عبد الحق، مرحبا جاري العزيز، لاباس عليك. بصراحة اليوم انا كنت باغي يعني يكون له لايف مزيان، ولكن الامور هادشي وارد. الامور سي خالد صيفط لي لانفيتاسيون هنايا، عافاك صيفط لي لانفيتاسيون انفيتي، ما عطانيش. كليكي على واحد ليكول تحت في لو لايف تما، كليكي على واحد لوك. كاين واحد هنا درنا، ولكن هنا نصيفط لك لانفيتاسيون سي خالد، انا انفيتيك اكسبتيها. يلا سي خالد، فوالا مزيان، دابا مزيان. مرحبا من جديد، تقطعت عليك لا كونيكسيون سي خالد. وراك عارف دابا انا سيتي با بريفي، فهمتي ولا لا؟ بون جي شوف سي اليوم با غير غفلناك دابا انت، غير انت هو انت هو الضيف، دابا ضيف يصبروا معانا. مرحبا. لا غيصبروا علينا، ما يصبروا علينا. اذا نكملوا الحديث ديالنا سي خالد. كيف قلتي بالنسبه للاخوان اللي يعني ما كيدربوش طيله العام، كيجي حتى قرب لحظه رمضان كده، يقدر يمكن زعما نورمالمون باش تكون امور سلسه، يقدر يبدا قبل من ديك 15 يوم قبل من رمضان، يعني في شعبان يبدا يدير دي فوتينغ، دي زيتيرمون، سيرتو لي زيتيرمون فيق، يعني كنقولوا فيق العضلات، باش حتى لا غادي يجي يبدا يدير واحد لو سبور انتونس، لان راك عارف لو فوتبول سي خالد سي ان سبور كي سولوسي تقريبا كاع لي جروب ميسكولير، سيرتو لي زادكتور وداكشي، لا فين كيوقعوا المشاكل ديال لي ديشيرير، لي زيلونغاسيون ميسكولير وداكشي. دونك نتايا الا كان غيدير غير لي فوتينغ الرياضه في رمضان، راه ما كاينش يقدر يبدا في وسط رمضان، ماشي مشكل، ولكن غيدير رياضات اخرى، يلعب باسكيت، لي سبور دو بيفول، الهوند، باسكيت، ولا شي حاجه بحال هاد الشكل، ولا سينو السباحه. انت باش كتنصح سي خالد هاد الاخوان هادو؟ انا اللي غادي يتريني في رمضان ما غاديش دابا الانسان تحب تيه، كل واحد تيحب واحد النوع ديال الرياضه، اوكي، نعم غير هو نعم يقدر يعاونو شويه بالاليمونطاسيون، يركزو شويه نعم على بزاف ديال الماء، يشربوا الماء أيه مزيان، ياكل نعم ولا، ويحاولوا قبل ما يلعبوا يديروا الحركات السويديه، يعني التسخينات، يسخنوا مزيان ويتجبدوا ويبداو يلعبوا الرياضه، يزيدهم. ولكن ما يبداوش ما يديروش الرياضه انتونس، يعني ما هو اون جينيرال في رمضان راه من الاحسن انك تدير الرياضه غير غير بور لو مانتيان، ملي تدير هذاك المجهود الكبير راه تاثر عليك في كل شيء، نعم لان ملي تتهضر على كلكان اللي هو انسان عادي غادي ياثر عليه غير في الحياه العاديه ديالو، يعني ماشي شي حاجه كثيره بزاف، ولكن ملي تتهضر على لو سبور دو هو نيفو لا غادي بيرتيربي ليه توت لاني، نعم توت لاني في لا بيرفورمانس في كل شيء، رمضان غادي يهرسها، هذه معروفه عندنا، ملي تيكون لاتليت تيجي حتى لرمضان وتيبدا تيقتل في راسو، سيرتو ملي تيكون في لالتيتود وتيبدا يقتل نعم في راسو، عرفوا بان هذاك لاني غتخرج له كحله، بلي بليسيور، سيرتو كي قلتي لي بليسيور. لا احنا ننفرض انه ما تبليساش غادي نعم تخرج لك حله، لان غادي يدير كونتر بيرفورمانس. نعم وسي خالد، ما كتنصحش ان زعما الانسان قبل يدير واحد التحليلات طبيه، ان بيلون، يعني بيلون سونغان اللي كيقدر يديتيرمي ربما يعرف انه شنو المواد اللي ناقصه ولا شي حاجه قبل، حتى بلو سبورتيف دو هو نيفو، حتى يعني قبل رمضان، واش كانت هذه القضيه انه قبل رمضان تيدير تحليلات باش يشوف شنو المواد اللي عنده فيها النقص، شنو الامور اللي ماشي هي هذيك. وانت دابا مشيتي بعيد سي نور الدين، هو فهمتي، شويه شويه و انت في كل مشيتي فن بعيد، طرف. ايوا لا احنا حيت غادي دابا كنستافدوا سي خالد. لا نعم حيت دابا انت مشيتي بعيد، انا تنقول بور لي زاتليت دو هو نيفو، فهمتي، نعم حنا كنتكلموا على الهو نيفو، كنتكلموا الانسان العادي بور لي الهاوي. زاتليت دو هو نيفو نعم اوبليغاتواغ قبل ان ستاج ولا قبل رمضان ضروري ما تيديروا ان بيلون سونغان اللي تيكون نعم جينيرال، باش نعم تيعرف راسو فين واصل وكيفاش غادي يتعامل مع رمضان، وشنو هو المتطلبات اللي خصو ياكلها في رمضان اكثر من حوايج اخرى، نعم ولكن اون جينيرال دائما خصنا نخفضوا من لو ترافاي انتونس، ولكن ملي غادي نشوفوا حنا لي زاناليز ديك الساعه غادي نتعاملوا باسلوب اخر، نعم لان افيك لي زاناليز ولا سون اناليز ضروري ما خصك تخفض من المجهود، ولكن الا نعم شتي لي زاناليز ديك الساعه غادي تغرق، غادي ملي تكون نازل
وانت اوبليزي ما تبقاش تلعب في 70، غتولي تلعب غير ب 50%. يعني بسيشيك ما غيكون حتى العامل النفسي كتقول ناري عندي. شنو هما المواد اللي كتكون خالد اللي كتخافوا منها تكون ناقصه بزاف عند الانسان؟ واش سيرتو اللي خصو يرد معاها البال، وحنا المواد بالنسبه اللي لنا هو اللي خص يكون لو طو ديال ليموغلوبين، ليماتوكريت، لا 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 فيتامين دي، لا مانيزيوم، لا 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 المانيزيوم، فيتامين دي، البي 12، الجروب ديال البي، هادو كلهم مهمين بالنسبه ل حتى او نيفو هرمونال لازم تشوف، يعني لي سيل مينيرو اوسي. او نيفو، لا او نيفو هرمونال لازم تشوف لي زورمون كيفاش دايرين، واش راهما في لي نورم ولا لا، لان كاينين بزاف، ولكن هذا ماشي الدومين ديالي اللي يقدر يهضر عليه هو الدكتور، دكتور فهمتي؟ بطبيعة الحال احنا غادي نحاولوا ان شاء الله من بعد غادي لان ندخلوا معاك في الدكتور غادي التفاصيل يقدر العلمية. يشرح هذا الشيء علميا احسن مني انا، ولكن احنا دائما ملي تنخدموا اون كولابوراسيون مع الدكتور، اللي هو اللي تيحدد لينا لي ليميت، باش ما نطيحوش في المشاكل، لان ملي تطيح صعيب باش ترجع، ورا الدكتور غادي يشرح لكم علميا احسن مني انا. وبالنسبه للمواد بحال قلتي في المونك دي فيتامين، عشان انت كتفضل انه من الاحسن تكون لا سورس تاعها ناتشورال، ولا بيان سور كاين شي مواد ما تقدرش، كاين شي فيتامينات ما تقدرش تاخذهم، لان ماشي غير اللي كيوقع فيه خلط. غادي مثلا تيقول لك مثلا الليمون ولا الكيوي فيه الفيتامين سي، ولكن بحال ملي كتوصل لواحد المستوى ديال لو نيفو خاصك تقطع لا دوز، شحال لا كونتيتي. دونك هذا الشيء باش لك. نعم نوردين بصفة عامة، هذه يعني نعم بصفة عامة، هو أن إحنا في لا جورني ما تنديروش واحد لو غوبا كومبلي، أنا تنقول لك لا جورني، ما تنقولش لك نعم لا نعم الماتان ولا ميدي ولا سوار، إحنا في لا نعم جورني ما تنديروش إن غوبا كومبليت، نعم وفي لا سومين تنحاولوا أننا نكيليبريو باش يكون عندنا واحد لو غوبا كومبلي دورون لا سومين، ولكن نعم مالغري تو سا ضروري ما تتعاود تتعاون بلي فيتامين وبلي سيل مينيرو، لان الماكله اللي تناكلو ما تتكفيكش باش زعما تعوض. تتعوض لك، خاصه ملي تيكون لو ترافاي انتونس، باش تعوض لك زعما جميع يعني المتطلبات اللي انت محتاج، خاصه في لي سيل مينيرو، في لي فيتامين، لا انت تكون عندك، انت محتاج للمغنيسيوم بزاف، محتاج لا فيتامين دي بزاف، محتاج لو كور ديالك يكون بيان اوكسيجيني بزاف، محتاج بزاف ديال الحوايج، ويفو با اوبليي كو ما كاينش غير الماكله ولونترينمون في رمضان، راه كاين حتى الماساج، يفو ايدي لو كور بالماساج بلي ستريتشينغ، لان نعم شحال من واحد دابا تيجي في رمضان تيبقى غير يتريني تريني تريني، تيتجمع تيتزير تيقول ما عرفتماني، لا لا ماشي ما نعم عرفت مالك، لا لان انت ما درتيش الامور، ما درتيش الامور بالقواعد ديالها، الماساج خصو يكون ديرون واحد سيرتو في الديبي ديال لاني تيكون 3 فوا بار سومين، حتى بين 2 فوا و 3 فوا، وتتمشي عليه 2 فوا ديرون توت لاني، هذا حتى هو تيعاون، تيخليك تريني، تيخليك بروغريسي، لي فيتامين خصك حتى حنا تناخذو ان واحد يعني لا ميثود ديالنا بارفوا تنديرو 2 سيمين افيك ان سيمين دروبو، 2 سيمين ان سيمين دروبو، تناخدو لي فيتامين 2 سيمين وتنريحو تنريحو ان سيمين، تنديرو دو سي دي سيمين كور، سي دي كور هو سي دي كتسمى، اون كور، كور. باش تتخلي لو نعم كور شويه يتنفس ويريكيبيري وتيكون المردود ديالو احسن، وباش ما نعم تجيناش ديك لا شوت، لان فاش تجيك ديك لا شوت في لا فيتامين في لو كور ديالك، راه تما هذا سي لو رول ديال الدكتور، غادي يشرحوا لكم احسن مني انا، حنا اون كولابور افيك لو ميديسان في البريباراسيون ديالنا، ها كيفاش تنخدموا، ها كيفاش الترافاي ديالنا، ها لانتونسيتي دو ترافاي، كيس كون دوا بروندر، الوغ هو تيدير لو كالكول ديالو وتيبدا يعطيك اكزاكتومون كومون تي دوا جيري هاد لو ترافاي انتونس ديالك بلي فيتامين اللي غادي يعطيك هو ولا اللي غادي يقول لك باش تاخذهم، باش ما تكونش عندك انشيت في لا بيرفورمانس هذا ديالك. الماء. وسي خالد دابا حاجه اخرى بالنسبه لحكم التجربه ديالك انت، تبارك الله، شحال شوف شحال من عام، من سنه وانت كتمارس ك سميتو كممارس، شحال من سنه سي خالد؟ وانا راه حيتش لا كارير ديالي لي كوخت، ما كانش لا كارير ديالي طويله،
كانت لا كارير ديالي كورت، يعني يقول لي سيدي عليك من ما نهضروش من اللي كنت صغير، باسكو انا كنت ندير تو لي سبور، انت راك عارف هذا الشيء. نعم قول انا بديت تقريبا في 18 سنة، 91، فهمتي؟ 18 سنة سي خالد ولا 20 91، سنة؟ قول نعم 91 انا بديت. انا نعم 91 بديت، ساليت في 98 99، ساليت في 99. 99 صافي جمعتي وطويتي معك، ولكن الحمد لا لله. شوف 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 درتي انت ما قال لها سي خالد، شوف باش تكون ميداي تبارك الله اولمبيك. انا عرفت التاريخ ديالك لانك عانيتي بزاف ديال الامور باش وصلتي، لان هذه كانت من رحم المعاناه، الوقت والعائله في الاول كانت شويه ماشي هي هذيك اللي كتقول سير تقرا وبزاف الحوايج، واحد الامكانات ما كانتش قليله، ولي بليسور، لان خالد من الناس اللي طاردتهم يعني الاصابه مرارا وتكرارا، سيرتو في المينيسكل كانت تكون احسن تبارك الله، ولكن الحمد لله ان انت من المغاربه القلائل اللي توجوا يعني بالغولمنصه ديال بطولات العالم وديال يعني الالعاب الاولمبيه، ولكن الحمد لله بقى العطاء مستمر، واخا ماشي هنا في المغرب ولكن في جهه اخرى، واللي تبتي بلي انك راه انسان ود الميدان وعندك الكفاءه. انا علاش سولتك علاش هاد سميتو، لان بغيت الغايه من هذا السؤال هو انسان الا تبع يعني ان اتليت اللي بغى يوصل له نيفو، كيف قلتي انت انا ما كنعقل واحد قلتي لي راه نهار اللي غادي يبدا يقول اتليت جوج حوايج، يا اما نكون شامبيون دي موند يا اما نكون شامبيون اولمبيك، من غير هادو راه بلا ما نصدع راسي ما نمشيش ندير غير ندير الحفله. انا هذه الكلمه قلتي قلتها لي في واحد اللايف وباقي كنفكر كنقولها للاخوان، تقول لي بغى يكون بطل راه خصو يلفو فيزيو، سيرتو الا كان باقي صغير، ما كنهضروش على الناس اللي كبروا دابا كي غير كيديروا يعني بور لا بيرفورمانس بور لو يعني نفسهم. يعني انت شنو هو يعني نصيحه اللي تقدر تعطي للناس اللي الوليدات الصغار اللي بغى يدير اون كارير باش يكون فيزي لو هو نيفو ويمشي بعيد ويكون عنده تتويج عالمي ولما لا اولمبي، يعني شنو هو السر بنادم، شنو يعني شنو الامور اللي تبع في الحياه، لو ريجيم دو في يعني لا كاليتي دو في كيفاش خصها تكون؟ وا سي نور الدين، هذه تضحيات فهمتي؟ فوالا نعم. انا من ضمن اول تضحيات انني سمحت في القرايه، هذا راك انت عارف. نعم نعم، يعني كنت كتدرب صباح وعشيه. سمحت في القرايه وبديت تندرب صباح وعشيه، وجي بغي لي شوز اون سيريو، يعني انا درت في بالي بان خصني نكون في منصه التتويج، وهذا هو يعني شوف سي نور الدين، كان عندي انا واحد كانت عندي واحد الامور في الدماغ ديالي، الدماغ ديالي دائما هذه كانت عندي. و جي في مي كالكولا، لقيت بان جميع لي كومبيتيسيون اللي لعبتهم في حياتي كنت في منصه التتويج، الحمد لله هذه وحده، انا اشهد بذلك هذه وحده. واللي ما كنتش في منصه التتويج درت فيهم الركور ديالي، ايوا باغل على زيريك، ما كنت 4 ايام، دو فوا 4 ايام، ولكن دو فوا جو في مون ركور، جي في 12.54 وجي في 12.53، يعني شوف الا ما كنتش منصه التتويج رانا غادي ندير الركور ديالي، هذا هو الهدف اللي كان عندي. هاد 12.53 في 5000 سي خالد راه باقي صامد، راه انت ربما عندك رابع او خامس توقيت. باقي انا تقريبا عندي على ما اظن الرابع ولا الثالث، لان كاين اش من عند لان كاين الاول، كاين اسيدي عليك الاول اللي هو عبد الرحيم قمري. نعم لا الاول اللي هو الحلافي، سي ابراهيم الحلافي. نعم والثاني كاين قمري، الثالث نعم. كاين حيسو، نعم. والرابع كاين انا. هذا الرقم باقي صامد الى حد اليوم. باقي هادشي اللي هذا الى دل على شي حاجه سي خالد، اسمح لي خلي ربما عنده شي هذا شوف شوف كنشوف ان هذه الارقام تبارك الله الابطال اللي محققهم من الحقبه ديالك، يعني فتره التسعينات، حنا دابا في الفتره، حنا دابا في فتره اخرى، ما كاينين ما تحطموش بالنسبه لك، اش كيدل هذا؟ لان كانت واحد لا جينيراسيون غير باش نتذكر، باش نتذكر وما مذكرش، ربما هشام، هشام ما عرفتش شحال عنده هشام القروج، ما عرفتش واش 5000 في ال 5000، ما بقيتش مذكر شحال كان عنده لو طون، هو ما بقيتش مذكر. المهم هذا لو توب 5، هاد السميات اللي قلتي كنشوف فيهم ما فيهم حتى شي واحد من لا نوفيل جينيراسيون، يعني موراكم الناس اللي من
اللي حبست كاع حتى في 2000 الى يومنا هذا. اللي كان من ورانا هو قمري تيكيدا القمري عبد الرحيم الله يرحمه. اللي كان من ورانا هو القمري الوحيد. نعم. واللي كان والسي عبد الرحيم القمري الله يوالي برحمه الله في رمضان راه كان تلميذ ديالك والحمد لله انا فرحت الاسبوع اللي فات لان شفت عثمان القمري الاخ تاعو دار مايور بيرفورمانس في الماراثون 2h06 كيبشر بخير الحمد يعني بدينا. وكاينين ابطال واعدين حتى في الماراثون ولكن كنشوف كي قلتي لها في ال 5000 سي خالد من الحقبه ديالك يعني توب 5 فيه الناس اللي كانوا معاك قلتي ابراهيم الحلافي حسو صلاح لا كاينين هشام قروش الدين سي نور الدين الطينه ديال لي زاتليت مزيانين كاينه ماشي ما كايناش المشكل ماشي في لي زاتليت. لي زاتليت كاينين موجودين المشكل كيفاش توصلهم لي زونترينور اللي كاينين. نعم. اللي شويه بالنسبه ليا انا ضعاف فهمتي. نعم. ولا سقف الطموح تاعهم محدود ولا السقف ديال الطموح تاعهم محدود لا لان حنا كانت لا كونكورونس بيناتنا وكانوا لي زونترينور. نعم. اللي كنا حنا ديك الساعه كان عندي انا جروب وكان قاده عنده جروب وكنا تنتنافسوا باش الجروب ديالهم يربحنا وحنا الجروب ديالهم نربحوه وكانوا لي منافسه شريفه كانوا لي زاتليت دو نيفو كانت لا بيرفورمانس كانت حتى او نيفو انترناسيونال الجروب ديال المغرب اللي هو تيشكل الجروب ديالي مع الجروب ديال القاده اللي كان الجروب ديال داوده كان تيتنافس مع كين الجروب ديال كينيا كان تيتنافس مع الجروب ديال اثيوبيا كان تيتنافس مع لي زاميريكان اللي كانوا ولكن حنا كانت عندنا منافسه مع كينيا واثيوبيا وحنا كنا احسن من اثيوبيا واحسن من كينيا شفتي لان التاريخ يشهد بذلك. هما دابا لا دابا لي زاتليت كاينين والله العظيم سي نور الدين انت. نعم. لا بروف ما نمشوش بعيد اشنو قلتي. نعم. دابا قلتي عثمان قمري شحال من جاب عثمان قمري دابا 2h06 راه ما ساهلاش 2h06 راه انت تهضر على لي زاتليت اللي خارقين يعني لي زاتليت. نعم. اللي قال لك لعب يعني اللي كيلعب قل اللي كيلعب قل من ساعتين 10 راه في بارتي د ليليت قال لك يلعب موان دو 2h10 راه مسا تتهضر شوف تتهضر على 2h06 في دي كونديسيون كي سون با بيان كان البرد كان لو فروا. نعم. كومبيتيسيون ماشي دوك لي كومبيتيسيون اللي تتعرف ماشي دوك لي ماراثون الكبار ومجري لك لاتليت 2h06 راه كاينين لي زاتليت سي نور الدين لي زاتليت كاينين هو ان شاء الله il était pris avec il était entre des bonnes mains les هو اسمه هو بوبكر رزقي اللي تيدربوا اللي كانوا جولوا التحيه. نعم فهمتي ولا لا اللي وقف معاه وتيدربوا والحمد لله عاطي مع الجروب ديالو نتائج مزيانه ولي زوتر لي زوتر زاتليت اذا استثنيتي لي زاتليت اللي كاينين دابا في فاس اللي هو سميتو هو كريم اللي تيدربهم كريم اوكي اللي عندهم واحد جوج ديال الزاتليت ولا ثلاثه اللي هما ممتازين واللي غادي يهضروا يكونوا مزيانين من هنا لقدام ونتائجهم راها باينه حتى في لي بيرفورمانس ديالهم في لي تيست ديالهم في كل شيء اما البقيه اسمح لي راه يعني ناس يعني خصهم يمشوا يرجعوا يديروا التكوين ويعاوتاني يتعلموا التدريب لي نوفو ميثود جداد ويتعلموا كيفاش خصهم يوقفوا مع لي زاتليت وكيفاش خصهم يضحيوا معاهم وكيفاش خصهم يوصلوهم يعني كاين بزاف ديال علامات استفهام يعني ولكن لي زاتليت اسمح لي لي زاتليت كاينين المغرب دائما ولاد المغرب راه فيها كاينين لي زاتليت وشاهد شاهد من اهلها سي خالد نتمنوا الله هذا الشيء اللي كتقول انت راك في الميدان وانت على درايه ربما بهاد الامور اكثر مننا حنا من بعيد ولكن حنا كنتبعوا كنشوفوا ولكن انت كتشوف واحد العين تقنيه اللي ما كنشوفوش بها حنا كرياضيين عاديين كيف قلتي كاين لي بيرفورمانس كاين البوتونسييل واللي لي مال اكسبلواتي من ناحيه ديال التاطير والمسارع وكاين الامكانيات دابا سي خالد ما نكروهاش كاين الامكانيات نتوما راكم كضربوا اللي جريتي بسبرديله راه كتحيدوا التريني حفيان باش تخلي السبرديله الكومبيتيسيون هادشي راه ما بقاش كل واحد كيلبس لك دابا السبرديله تبارك كاين الامكانيات امكانيات موجوده سي نور الدين لان لا فيدراسيون هاد لا فيدراسيون اللي جديده اللي الرئيس ديالها احيزون هو باغي يشوف غير لي بيرفورمانس ملي تيشوف لي بيرفورمانس راه غنتا غادي تشجعو باش يعطيك اكثر الوغ الا ما كنتيش انت قادر دير لا بيرفورمانس
هو موفر لك السكن، موفر لك ان سالير، موفر لك لونترينمون في لاتيتود، موفر لك ملي انت تتقرا هو موفر لك واحد الظروف معينه. اذا انت ما قدرتيش، انت كاونترينور ما قدرتيش تعاون هذاك البريزيدون، من الاحسن انك تمشي تخلي المجال يدخلوا ناس اخرين اللي قادرين يعطوا نتائج. شتي ولا لا؟ نعم المشكل هو الحمد لله. في دوك لي نعم زونترينور دابا، المشكل ماشي في البريزيدون، المشكل ماشي في لا فيدراسيون. لا فيدراسيون تقول لك انا موفر لك الشروط، انا انت كاتليت وانت كمدرب انا موفر لك الشروط، ولكن انت ما قادرش توصل الطموح اللي احنا بغينا. نعم فهمتي؟ وراه دابا سي خالد شوف، احنا المغاربه راه احنا في مجال ديال العاب القوى راه ولينا طماعين، لان واحد الوقت كنا كيسبق القروج ولا كيسبق عويطه، ما بقيناش كنسولوا على المرتبه الاولى، كنقول لك واش بطل الروكور، واش دار البوديوم في العاب اولمبيك، ما بقيناش قل من هذا الشيء. سقف الطموح عندنا طلع، راه ماشي يلا غنقولوا بسم الله، لان صعيب لا جا شي واحد مسكين دابا تكلاسه غير كاتريوم ولا سيكيوم، وراه ماشي سهله باش تكون مثلا في العاب اولمبيه بحال توصل دابا، غير الفينال، بحال دابا وغتقول لي اه صافي وصل الفينال، راه كنا كنديو الميداليات وصل لا مع لا بحال الفينال دابا ماشي شوف، الفينال. بحال دابا هاد لو طون اللي داروا عثمان ياك، نعم ديال نعم ساعتين ستة، لا دوزيام نعم مايور بيرفورمانس ديال المغرب في الماراثون، ما سمعنا عليه والو. سمعت عليه شي حاجة انت؟ ما كانش نورمالمون، هذا راه بنادم خصو تكون ها واحد التغطية إعلامية ويفرحوا بها الناس راه خدامة، ايوا، كاين الناس ما تعتيم، دايرينش، كاين تعتيم إعلامي. الناس ما دايرينش خدمتهم، فهمتي ولا لا؟ وحتى الناس هو ما يحس دايرينش مسكين خدمتهم، تاو بالعكس هذا راه خصك، هذا الاتليت هذا راه خصك انت توجدوا الالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه راه باقي لها غير 98 يوم، ما تقريبا تبقاش لها بزاف. ما كنت بسيكولوجيكمون خصك توجدوه، خصك نعم توفر له الظروف من الان، توفر له الظروف باش يكون موجود في الالعاب الاولمبيه، هكا باش نعم تجيو لي بيرفورمانس. ما تجيوش لي بيرفورمانس صافي دار بيرفورمانس الهضره وصافي سالينا، لا راه خص تشجيع. المهم هذا ماشي كان هدف حق صراحه سي نور هذا غير الدكتوره، قوسين بين هذا ماشي، قوسين سي خالد. هذا ما كانش هو موضوعك، فهمتي ولا لا؟ لا لا ولكن شوف شوف سي خالد تبارك الله، فيما تكلمنا معك كنستافدوا منك وكنحنوا انا شخصيا كنحن الماضي، كنجبد معك شي امور اخرى، وراه الاخوان اللي معنا تبارك الله حتى هما في الميدان، راه كنشوف السي رشيد الغانمي، السي رشيد شملال اللي كنوجهوا له التحيه راه معنا حتى هو، حتى هو راه في الجامعه كيقول لك واحد السي رشيد الغانمي المشكل في الكار ماشي في الشيفور. فعلا. ولكن شوف احنا متفائلين، احنا متفائلين الحمد لله، الى وصلنا الامور للاهل ديالها راه غادي يكون خير، كنا واحد الوقت مزيانين، شنو المانع اننا نرجعوا نكون اليوم مزيانين؟ لا نردين ربما نردين شوف، سوا سيغ سيغتان، شتي لي زاتليت، لا بنات ولا ولاد، والله العظيم انا تنحلف، والله العظيم لا كاينين، ايه البوتونسيال اللي لا وكاينين ولكن خاصهم يديروا اعاده النظر، فهمتي، في هذوك الناس اللي تيدربوهم، نعم لان لا يعقل انت دابا تيجيك اتليت ولا تجيك بنت ولا ولد عنده لي بيرفورمانس ديالو احسن من القروج، احسن من حيسو، احسن من لي بولامي، ملي كانوا قدو في الوقت ديالهم. نعم ملي نعم كانوا فلاش قدو، ديالهم. وانت نعم ما تقدرش غير تعاونه باش يحسن شي شويه، راه كاينه واحد علامه استفهام. وكيف تقولوا ربما هذاك فاقد الشيفور الشيء اللي لا صايب، يعطيه. هذاك الشيفور اللي صايب راه تما يقول لك هدا، راه تنحس شي شويه بداك الشيء تيتحرك تي فيبري. تي فيبري، يعني راه ما خصني نقلب الروايد، خصني نقلب شي حاجه في الموتور. هو الروايد والموتور هما لي زونترينور، هما لي زونكادرور، هما الناس اللي تيسهروا على دوك لي زاتليت، هادو هما. اما بريزون واش نتسناو حنا صافي قنعنا، واش نتسناو من البريزون يجي يدرب لينا هاد لي زاتليت؟ هو ما غادي يمكنش، يقول لك انا اعطيكم كل شيء. هو هذاك هو الدور تاعو، هو توفير يعني الامكانات والامور اللي كتعلق باش تكون الامور تمشي كما يجب كيف قلت انت. ولكن ربما سي خالد راه ربما كاين واحد التراخي، كاين دابا شي واحد يلاه دار شويه ديال الرياضه، يلاه تعلم لي زابيسي غير الالفابي وما عرفش كل حاجه اش كتعني، تيقول لك انا مدرب، مدرب راه بعدا مدرب من غير المجال التقني، خص تكون مدرب حتى تكون عندك واحد الدرايه بالنفسيه، لانك كتعامل مع مراهقين، راه سيد لا كومونيكاسيون،
راه سي كاين بزاف ديال العوامل اللي كتدخل باش كتسمى كتسمى ان كوتش، ما بقاش نرجع كتقول مدرب، كتسمى ان كوتش. من الاحسن نرجعوا لموضوعنا. هذا الموضوع هذا، سلام، الموضوع هذا هذا ما كبير، نساليوش هذا فيه، غيجي يدينا حتى للسحور يا سي هذا ما خالد. نساليوش فيه ياك. ولا لا، احسن نرجعوا لموضوعنا بالسبور بور توز، للناس اللي تيديروا السبور في رمضان، كيفاش خصهم يتعاملوا مع السبرديله ومع الفيلو ومع الناطاسيون. هذا انت سولتيني سؤال، قلت لي اش تفضل. انا صراحه تنفضل لي فوتينغ نورمال ليجي، هذيك شويه شحال ديال المدة المشكلات. تقريبا؟ 25 30 دقيقة هو على داك الشكل. لي جون يل كومونس كوغيغ مارشي، كوغيغ مارشي ياك بوندون لا نعم سيمين، نعم بريمي سيمين الاولى، الدوزيام سيمين يقدروا يبداو يجريو حتى ل 20 مينوت ويديروا نعم دي ستريتشينغ وهذا. بالنسبه للناس ديال الفيلو، والتغذية، والتغذية سي خالد، التغذيه راك عارف، التغذيه ما خصناش يشربوا الماء، ليدراتاسيون، ما خصناش نديروا ديك التغذيه اللي على بالك، الحريره كذا كذا كذا، سكريات. داك الشيء راه ما خدامش. سي فري التمر مزيان، الشباكيه لا ريغور هي فيها شويه ديال الانرجي، ولكن مي تضرب في الحراير وتضرب في سميتو راك صافي، راك خرجتي من النطاق ديال الرياضه. والنهار الاخر يقول لك بعث مالي بيا شت مصاري ماشي هما. انت جيتي اللي ولكن كتروح التغذيه غادي تتعرض يهضر لك عليها هنا. الدكتور احسن مني انا، التغذيه غادي يهضر لا لك عليها. هي ماشي مشكله، ما ان شاء الله غادي نضرب. احنا مخرجين دابا، احنا تندرجوا ان شاء ايوا الله. الناس حشومه، درنا لهم لانفيتاسيون باش يدخلوا يتفرجوا، جات حشومه نخليهم بلاش. وانا شوف انا استغليت الفرصه، راه انا راه مرضي، لقيت البطل ربي ماشي كل نهار غنشد السي ربي خالد. نعم السي شفت خالد منك انا غدا مسافر، راك عارف عارف المكانه ديالي ارتاح عندك شويه السي باش خالد. تسافر. شوف ياك باغي تمشي سايق الطياره لا 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 ماشي وطلع ونعس. سراجي دجاجه. ما غنطولوش، ما غنطولوش السي خالد، انا غادي نطلقك ان شاء الله. وكنعتذر لان صراحه كان وقع مشكل في الاتصال مع الدكتور سي حسن، مشكل تقني، ولكن الحمد لله احنا هذا اول لايف لنا بعد غياب. كيف قلت انا كان اضطراري لظروف العمل، وكذلك ما نقدرش نجيب شي حد اللي غادي يجي باش نجمعوا شي حاجه، خصني نجيب شي حد اللي غادي يعطي واحد القيمه المضافه. واول المستفيدين هو انا، كنكون اول المستفيدين بهذه الامور صراحه. لي لايف اللي داروا العام باقي دي زيكو كيوصلوني تيقول لنا راه تعرفنا على، تعرفوا الناس على ابطال، تعرفوا الناس على نصائح اللي كنتي معنا انت سي خالد، انت من الناس اللي حصل لي الشرف استقبلتهم، الدكتور بن عزوز، الدكتور نيت سي حسن الشرقاوي وما غير ذلك. ما عليناش باش ما نطولش لك خالد، نرجعوا لذاك السؤال اللي قلت لك، يعني بالنسبه لي زاتليت شنو هو اللي بغى يمشي، بغى يدير واحد لاكارير يعني مزيانه، شنو غير النصائح؟ ما غندخلش في الديتاي غير بشكل يعني سطحي، شنو لو مود دو في، كيسكو دو ادابت، شنو الحاجه اللي خص يحط في راسه قبل ما يبدا؟ هو اولا الاتليت فاش تيكون صغير ما خصوش يكون تي فورسي بزاف، ما خصوش يفورسي نعم بزاف اوكي. فاش تيكون نعم كادي، نعم فاش تيكون مينيم كادي بريمير اني جونيور، ما خصوش يفورسي. الور ابارتير ديال الدوزيام اني جونيور تيكون عنده واحد البرنامج اللي تيكون شويه بروفيسيونيل، اللي تتكون فيه الترافاي يعني دو فوا بار جور، تتكون فيه شويه ديال لا بيست وتتكون طويله، تتكون فيه شويه ديال سميتو، تيكون فيه شويه ديال لي فارتليك تيكونوا سرع، تتكون لا بيست تكون شويه سريعه، لان تيدخل ديك الساعه صاي تيكمل في النمو ديالو، تيدخل في لا فاز ديال الهو نيفو. لان اصعب نعم اصعب بيريود، اصعب بيريود هي لا بيريود ديال البريمير اني سينيور. هذيك لا بريمير سينيور هو خصو يدخل ليها فور، لان تيجي عنده 18 عام وتيلعب مع دي زاتليت عندهم 25 ولا عنده 19 عام، تيلعب عنده دي زاتليت 25 24 23، تيكونوا هما اصلا ميغ يعني تيكونوا بالغين ومترينين مزيان وداك الشيء. الور تما خصو يدير بلاصتو معاهم، الا دار بلاصتو معاهم صايي تيكون ركب معاهم في التران، راه غادي يتحسن وغادي يكون مزيان. الور الا ما دارش بلاصتو معاهم تيتهرس، نعم تيتهرس في كل شيء سي خالد. سي خالد غادي 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 نطلب السي حسن الشرقاوي، وراه هو دابا عاد اتصل بيا ياك. يلا انا كنت بفاسو انا غير وسيدي الله يجازيك بخير سي حسن. لا لا شوف انت عتقتي الموقف السي خالد، غادي نشوف السي حسن. يلا صافي يلا يلا في امان الله. مرحبا مرحبا. إذا أنا هنتصلوا بالدكتور.
سي حسان، سي حسان أنا طبعا، وأخيرا سي حسان غادي يطلع معنا. يا هلا يا سهلا، حللت أهلا وسهلا. أوف، مشكلة والله، لا مشكلة لا لا والله لا، حاشا سي حسن، لا حاشا ولله. شي غير مين والله. طلعتي دابا صافي، سال البرنامج. السلام عليكم سي حسن، دكتور ديالنا، كيف داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله سي نور الدين، بارك الله انا فيك. شخصيا، انا شخصيا الخطأ ديالي انا كنعترف، لان نورمالمون هاد لي ريفليكس وربما فقدتهم. كنت قبل وقت ما كان ندير شي لايف، كان حركتي كنتصل بيك ونجرب وداك الشيء. انا بالنسبه لي تات امور عاديه، لان قلنا غندوزو على بي لايف، ولكن احنا درنا دابا مباشر بشكل مباشر على الفيسبوك. في البي سي ما كيدوش، خصك دير اما لا طابليت ولا لو جي سي. ولا كان دابا باش تكونيكت انت بالايفون ديالك نيت تكونكت دابا بالايفون. دابا ايوا بالايفون، داكور. ولكن المشكل تب بسميتو بالايفون كان تيخلق لي مشكل. اون فان كونت بسافاري عاد درت جوجل، ومن بعد عاد بقيت معاه تا اون فان كونت عاد سهل الله وصافي. هادشي اللي كاين. ملحاح ما عندي ما نسالك، انت عارف الملحاح. والله العظيم بقى فيا الحال، اوروزمون لقينا الحاج خالد. انا كنت متبع ايوا، راه دردشنا شويه سخن. شوف، درنا الورم اب مع السي خالد، وراه هو كيقول لك شوف، المسائل العلميه راه عندها مواليها. نهضر لا معايا باش لا، بصراحة والله لا، تبعت سي خالد. وشوف باش نكونوا واضحين، شوف ميدالية أولمبية، راه ميدالية أولمبية ما نعم. فيهاش نقاش يعني. وتبارك الله، يعني الأمور اللي هضر فيها راه هضر فيها بكل صراحة وبار اكسبيريونس، وعنده الحق في بزاف الامور. الشكل اللي سميته، اللي يعني بصح نعم، المسائل دابا تطورت شي شوية، كاين العلم حتى هو عنده كيساعد. واحد، نعم عنده واحد لاباغ دابا مهمة جدا في المواكبة ديال العدائين. ولكن راه ليكسبيريونس راه حنا كنستافدوا منهم اكثر من اللي هما تيستافدوا منا، هذا هو الواقع. نعم، إذن على بركة الله، نعم حللت أهلا وسهلا الدكتور حسن الشرقاوي. بالنسبة للإخوان اللي حصل لي الشرف استقبلتك مرارا وتكرارا هنا، ذكرنا على بزاف ديال الأمور، على بيرفورمانس سبورتيف وشي حاجة، ولكن الموضوع ديال الساعة بحكم حلول هذا شهر رمضان الكريم علينا، يا ربي يدخلنا بالصحة والعافية يا وبراحة ربي البال. يا ربي. الموضوع اللي شو سبحان الله العظيم، انا غير طاح في بالي ومن عيطت لك، قلت لي راه كنفكر، قلت لك راه غادي نحاولوا نديروا شي لايف، لان حس شحال هذيك ندير واحد لو لايف نديرو كونسيرنو على الممارسة الرياضية خلال هذا الشهر الفاضل. نعم يعني الناس كاع كيهضروا، سي خالد هضر معانا من الناحية التقنية، من ناحية عطانا توا شي معلومات، ولكن انت غير ما تكترش عليا، غدخل ليا بدوك لي تيرم ديالك تما غدوخني انا. نعم سنرد بعد نزيد. رمضان. نعم نعم، تفضل تفضل، عاد رمضان غندير بعد التقديم رمضان ديالك. كريم ليك والمشاهدين المتتبعين ديالك. نعم حقيقة والمتابعين رمضان ديالنا سي حسن، إن احنا شاء بجوج الله كنديروا متتبعين البرنامج. ديالنا إن شاء الله بحول الله. هو انا يعني بغيت نتطرق بخصوص سكون ابي لي سبورتيف كونفيرمي، زعما الرياضيين اللي حيت حقيقة هما اللي رمضان بالنسبة لهم نورمالمون تيشكل واحد عائق. اونتر غيومي، انا كنحط انا عائق، وهو ماشي عائق في الحقيقه. غادي نحاول نبين بانه هو فرصه، وفرصه ممتازه جدا لا بريباراسيون فيزيك. الحقيقه الامر لي كومبيتيسيون في لو طون دو رمضان شويه صعيب، صحيح. ولكن نقدروا نوظفوهم، يعني نديروه بحال اون بيريود دو بري كومبيتيسيون. Voilà, pré-compétition, une bonne préparation physique fait le mois hada. On va dire شوفوا بأن كاين فيه مميزات جد مهمة، ولا عرفنا نأدابتيو. حقيقة كاين واحد الإشكالية اللي هي صريحة، هو أنه في رمضان في مشينا لي ريفيو سيانتيفيك، ما كاينش شي حاجة اللي تتعطينا كيفاش كتكلم. نعم كتكلم عليه. علاش؟ لانهم هما ما تيعتبروش بانه، يعني اغلبيه للاسف الغرب هما اللي كيديروا لي زارتيكل سيونتيفيك، وهما بالنسبه لهم رمضان ما تيشكلش لهم واحد يعني ما تيعرفوش حتى ما لا غيخدم فيه، تيقول لك انا ما يكونش هو باسيوني يعني، ويبحث فيه بشكل هذا. وهنا فاش كاين لي زارتيكل قلال، على اين انا في هذا الاطار كنت درت واحد الارتيكل شحال هذه في 2018 على نعم. رمضان. المهم كنت باغي نبارطاجي في لورديناتور، لكن مالوريوزمون هذا
كنا هضرنا درت واحد الارتيكل انتريسون زعما بالنسبه للمو ديال رمضان، وبينت فيه كيفاش المميزات اللي يقدر الانسان يستافد منه. وحقيقه بينا بانه لوغمونطاسيون ديال سكون ابي لو جي اش، يعني بواحد الجروث هرمون، يعني كي تيتزاد نقدروا نزيدوا في هذا لو مو هذا، واللي تيعطينا يعني بزاف لي زاتليت يشارجوا انه كيفاش يزيدوا من 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 الهرمون ديالو. ونحاول نبين بانه الطريقه هذه فهي طريقه عاديه، المهم لي زاتليت يعرفوها انه في الوقيته ديال رمضان ان اونترينمون سبيسيفيك تيخلي لو كور تيدخل في لا سوفرونس، سكون ابيل لا سوفرونس. سي حسن، شوف انا غندير التقديم ديالك بالنسبه للاخوه اللي اول مره كيلتحقوا، نعرفوا شكون سي حسن، وغنمشيو ضربه 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 ضربه. مرحبا بالتدريج. نعم، اذا الضيف ديالنا هو سي حسن الشرقاوي، تبارك الله، من مواليد سنه 1980 بالعاصمه الرباط، دكتور صيدلي ولا صيدلاني؟ المهم هما اللي المهم انا تنفضل صيدلي، ولكن على اي سيدي ما نخسروش لك دكتور صيدلي ودكتور تبارك. ومن غير الدكتور صيدلي عندك دكتوره، دكتور باحث في علوم تفوق الرياضه، يعني في لا بيرفورمانس سبورتيف، هذا راه مجال جديد ما كاينش في المغرب، ربما انت من الاوائل اللي قدر، يعني الناس اللي كدير كومون ديفلوبي لا بيرفورمانس سبورتيف شي لي سبورتيف دو هو نيفو. يعني الان كتعمل كمسؤول على قسم علوم التفوق الرياضي باحد المراكز المتخصصه برومانيا، وحاصل على شهاده الدكتوراه من جامعه يو ان اف اس ببوخارست الرومانيه، وعضو تبارك الله بالهيئه الطبيه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وعضو بالفريق الطبي فولونتاري لكره القدم الدرجه الاولى ببوخارست الرومانيه. اللهم بارك، وحصل لي الشرف انني استقبلتك وتناولت معك بزاف ديال المواضيع تما. اذا نمشيو بالتبسيط، بغينا منك دكتور حسن واحد تفسير علمي مبسط ما بلا داعي ندخل، لان الناس هنا تبارك الله ياخذوا غير شي معلومات، اشنو كيوقع في الاجسام ديالنا من تحولات عضويه وفيزيولوجيه خلال الصيام، ما تيكون الانسان صايم شنو الامور اللي كتوقع في الذات ديالو باش نمشيو نعرف على بركه الله. نعم، هو قبل هو اللي معروف، يعني هو اللي الشيء اللي كيعرفوه الناس كاملين بالنسبه للتاثيرات ديال الصوم في على الجسم ديال الانسان، هو اهمهم الاهميه ديالهم عندنا لا ديزيدراتاسيون، يعني نقص في الماء، في الذات نقص في الماء، تماما نقص في الماء. دونك لا ديزيدراتاسيون، دابا الناس تيسمعوا ديزيدراتاسيون كتبان لهم عاديه، هو الانسان تيحس بالعطش، ولكن لا ديزيدراتاسيون في اونيفو ديال لو كور على لي زوردان وعلى كل ما يتعلق اون فادير ب تو سكي ليغامون لي موسكل وكل شيء وحتى العظم، دونك هذيك كتخلق لنا مشكل، كاين ان ريسك ديال لي بليسور. ثانيا عندنا بيان سور ليبوغليسيمي، وليبوغليسيمي كيعرفوها الناس كاملين، يعني كتكون في اثناء الصوم. بالنسبه لي زاتليت سكون ابيل كونفيرمي، المشكل ديالها هو الخزان، النقص في الخزان ديال الجليكوجين داكور اللي كيكون في لو موسكل تينقص بزاف. دونك هاد التاثيرات هما جوج مهمين، زيد بالاضافه كاين الثالثه، هما بعض التاثيرات اللي تنقولوا عليهم انديريكت ولا جانبيين، اللي تيجيو من بعض العادات نقولوا اللي غير حميده في الوقيته ديال الصيام، او النقص في النوم مثلا. يعني اغلبيه الانسان من تيوصل نعم في رمضان ما تيكونش عنده واحد النوم كافي، وهذاك النوم كافي تيخلق له بعض المشاكل، لانه كتكون له يعني بالنسبه للتوازن الهرموني ديالو في الوقيته دي عاديا، يعني الانسان ما نعش مزيان راه في رمضان ولا ماشي رمضان تيوقعوا له مشاكل. دونك وزيد على ذلك في رمضان كتكون اكسونتوي، تيكونوا عاوتاني بالمنبهات اللي الانسان تيشرب القهوه اتاي بزاف في الوقيته ديال الفطور، ما كيخلوش ينعس في الوقيته ديالو، دونك اوتوماتيكمون تياثر له هذا الشيء سلبا على 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 هذا. هادو الا درنا لا ديزيدراتاسيون وزدنا على ليبوغليسيمي وزدنا عليها نقص في النوم، والانسان بالنسبه ليبوغليسيمي هي نسبه السكر في الدم. نعم، ليبوغليسيمي تماما هو لا، ليبوغليسيمي هي نقص السكر في الدم. دونك ماشي النسبه بالضبط، نقص ايبوغليسيم، نقص ديال السكر في الدم. نعم. بالنسبه لهادو بالثلاثه، الا تجمعوا والانسان مشى عاد يدير واحد لونترينمون
دونك راه كاين خلل كبير، ويقدر يكون واحد لو ريسك ماجور يعني كيضر راسو اكثر. انا بغيت نشير حتى بالنسبه نهضروا غابيدمون، واخا انا الناس بالنسبه لسبورتي كونفيرم، كنهضر الناس اللي هضرتي عليهم وهضر عليهم السي خالد، على الناس اللي حتى تيجي رمضان وللاسف عاد تيبداو يديروا لونترينمون. دونك هنا في هذه المساله هذه ما ما ماشي ماشي ما ما راه نورمالمون تيضروا راسهم اكثر من اللي كينفعوا حقيقه. أن الانسان تيتوفر له الوقت وتيقول له ودي هذا الوقت عندي كافي باش انني نقدر يعني نضيع الوقت او درب سبور او ندير شي حاجه، هي مزيان. ولكن المشكل اللي ماشي مزيان هو انه الانسان تيبدا وهو خدام باخر مره ترينا هذه 5 سنين ولا 6 سنين بنفس الجهد بنفس الوتيره. دونك هنا هنا كاين لو ريسك ماجور كبير بزاف. احسن حاجه هو انه ياخذها بطريقه مزيان، يبدا بواحد لا مارش. نفضل انه يديروا واحد 3 ايام في الاولى ديال ديبي د رمضان باذن الله تكون لوميوستاز، يعني يرجع لو كور يولف على لو ريتم ديال رمضان. عادي يبداو ديك الساعه في لو سبور ماشي من النهار الاول، ويبدا بان سبور اللي هو خفيف لا مارش. احسن حاجه هي لا مارش، مثالي لا فوتينغ ليجي ولا شي فوتينغ ليجي خفيف. انا صراحه الله بالنسبه للناس، تنهضر على الناس اللي ما عمرهم ما تريناو تيجيو يترينو في رمضان. نعم هادو نعم. كاتيجوري مو ما يبداش بالفوتينغ لانه كاين ريسك ماجور باش يدير عنده في لي جونو ولا في لي شوفي سورتو مع لو بوا، دونك يقدر يكون عنده مشكل. احسن حاجه هو بالنسبه له يدير واحد سيونس دو مارش دو 20 مينوت ياك، وموراها يقدر يدير واحد لي زيتيرمون على شكل ستريتشينغ خفيف، دي زيتيرمون خفاف افيك لا ريسبيراسيون سورتو افيك لا ريسبيراسيون، وبركه عليه. هذا هو احسن حاجه، ويقدر يتدرج بشويه بشويه يطلع 25 مينوت 30 مينوت عاد من بعد ابخي دو سمان يقدر يدير واحد ان بتي فوتينغ خفيف، وعاد ديك الساعه يقدر يزيد في الوتيره. هذه بالنسبه، ولكن احسن حاجه هو انه يبدا قبل ما يبدا سيدنا رمضان، يجي قبل بدو سمان ولا شي حاجه يبدا يوجد له بعدا حتى هو، باش كومسا يكون ديجا لو كور ديالو وجد ولف لاكتيفيتي فيزيك وهو عنده دي ريزيرف، عاد باش يبدا اون اكتيفيتي فيزيك سون ريزيرف. داكوغ. دونك هنا من هذه الناحيه اللي كنشير بين قوسين للناس اللي هذا. من اللي كيهمني هما لي سبورتيف. علاش لي سبورتيف كونفيرمي تي حقيقه ملي تيجي رمضان ما تيعرفوش بالضبط شنو خصو يدار. دونك كاين جوج ديال لي ميثود اللي كاينين. الميثود الاولانيه هو المانتيان لا ميم كادونس، يعني تيكملوا بنفس الوتيره اللي كانوا عليها قبل ياك. بحال اللي قال سي خالد، راه او بو ديال دو بار اكسبيريونس بيان سور او بو دو 3 سمان صافي تيبدا يحس بسميتو بانه كاين العياء كبير بزاف. كاين الكاتيجوري الثانيه هي اللي كدير تنقصوا من الوتيره. داكور تنقصوا من الوتيره ديال لانتونسيتي اون فادير ديال لي زونترينمون. وهنا حقيقه تيبقى المعضله هي انه واش غيدخل في لابيس دو بيرفورمانس، وفي غالب الامر تيكون هنا. انا غادي نحاول نسميتو نطرق لواحد المساله اللي هي مهمه. خصنا بعدا نعرفوا بالضبط شنو هما، هضرنا على التاثيرات، ونعرفوا شنو هما المميزات ياك ديال الصوم، ونقدروا نحاولوا نادابتيو هذه المميزات هذه لشنو هو لو تيب دونطريمون اللي خصو يكون عندنا في رمضان. هذا هو انا اللي باغي نبين له اكثر. تفضل. المهم بالنسبه لهذيك اللي كنا هضرنا عليها قبل، هو انه واحد الفقره خصني نهضر عليها مهمه جدا. راه ما يمكنش يكون عندنا يعني نوصلوا لواحد لا بيرفورمانس بلا ما يكونوش عندنا لا ديسبونيبيلتي انرجيتيك نيسيسير. دونك هو السي خالد راه هضر عليها بالتجربه، وانا غادي نحاول نفسرها بشويه بلا سيونس. يعني راه ما يكونش عندي كون بيرفورمانس وانا ما عنديش الانرجي اللي غادي توازيها. دونك انا الا عندي في الوقيته ديال سميتو ديال الصيام، دغيا تتسالي لنا ديك الانرجي، دغيا داك شويه ديال الجلوكوز اللي كتكون في لي موسكل دغيا كتسالي. دونك اوتوماتيكمون تيبدا يقلب لو كور على شنو هو لي زوتر سوبستغا انرجيتيك، يعني لي زوتر منين غيجبد هو لينيرجي. داكوغ. الوغ هنا تيبدا يقلب في لي بروتيين وفي لي ليبيد. داكوغ. تيدوز عليهم، هي مزيانه ياك، ولكن هو تيقلب على دوك لي سورس دينيرجي اللي تيبداو لي سورس بروتيين ديال لي غريس اللي هما نورمالمون الوظائف ديالهم وظائف اخرى، وتيبدا ياخذهم باش يقوم بهم لينيرجي. دونك هما كانت الوظيفه ديال البروتين مثلا لي زاسيد امينيك خصها تعطينا لي تيسو سيلولير، دونك هو تيدي يحيد دوك لي بروتين ولا الخدمه ديالهم، دونك غادي تولي عندنا اوتوماتيكمون بروبليم ديال لي ليزيون ديال لي تيسو. داكور. مشكله. نعم
فوالا حيت تيتافيبلي تيتافيبلي يعني تي تينقص لو تيسيو موسكولير ديالنا تيتنقص داكور. هاد لو ريسك هذا زيد على ذلك لا ديزيدراتاسيون كيكون عندنا مشكل كبير ديك الساعه باش يكون عندنا دي ليزيون في او نيفو ديال لي سورتو لي توندين لي هذا لا توندينوباتي داكور سوا سوا لا توندينوباتي سوا لا لوجمون يعني يعني تطوال هذا ديغراداسيون ديالهم. وفي هذا بعض الخطرات تلقى بزاف الناس تيوقع لهم دي بليسور. غادي نزيد واحد الاشكاليه واحده اخرى ان لا ديزيدراتاسيون كدير لنا نقص في لا كونسونطراسيون وهذاك النقص في لا كونسونطراسيون تيخلي ان الانسان في بعض لي سبور ما تهضرش على لي سبور كاملين في بعض لي سبور تي نقص الكونسونطراسيون تيدير تيدير بعض لي موفمون اللي تيولي افيك ان كونتاكت عاد ديجا هو لو لي تيسيو ديالو فابل ديجا لو ريسك تيولي كبير بزاف داكور. وهادو خصنا هادي باش نقول انا لا كومبيتيسيون في لو مومون ديال الصيام نورمالمون صعيبه بزاف ياك هادي هادي واقع زعما باش من باش من نقولوا الصراحه. ولكن نقدروا هو محدوم ديور لواحد الحوايج عنده واحد المميزات ياك وحنا نحاولوا نديروا كوم ايتون اون ايتاب دو بريباراسيون فيزيك بحال اللي هضرت على لو كور هومان في الوقيته ديال الصيام ملي تندير له ان اونترينمون اش كيدير هو هو اوتوماتيكمون تيدخل في واحد الحاله ديال لا سوفرونس. هذيك الحاله ديال لا سوفرونس تتخلي انه لو كور هومان لا سوفرونس اولا بحال الشكل ديال مثلا لابني اللي كتكون ديال النقص في الاكسجين تتخلي لو كور هومان تيبدا يوظف واحد الوظائف باش يخلق بوكو بلوس دو غلوبول روج داكور باش يعطينا بلوس دوكسيجين. هذه في الحاله مثلا ديال لالتيتود دونك نفس تقريبا التصور ملي تيكون في الانسان صايم دونك ملي كنعطي انا لونطريمون هو تيقلب على ديك الانرجي ما تيلقاها شاي تيبدا يقلب على واحد واحد كيسرقها كيسرقها من جهه اخرى فوالا لا بيان سور حيت هو تيتادابتا هو لو كور تيتادابتا وكيفاش الطريقه ديالو كيتادابتا تيقول اجي انا راني ناقص فهمتي دونك انا غادي نطلع من من لي من الفوليوم خصني نطلع من الفوليوم ديال لي زورغان ديالي كاملين دونك تيبدا يفرز لينا لو جروث هرمون هو لو جي اش جي اش يعني هو الهرمون ديال جروث سميتها هو هو اللي كيكبر هو لو جي اش يعني معروف جروث هرمون ما عرفتش كيف نقول لك بالعربيه الصراحه لا الهرمون لان الجروث جات من الكبر من الكبر الهرمون اللي هو هو اللي هو الكبر هو اصلا راه بزاف ديال زعما لي هذا لي زاتليت بالنسبه لهم تيقلبوا واخا غير 1% ديال يتزاد لهم شويه في داك لو جي اش باش يعطيهم بوكو بلوس ديال ديال لا سينتيز ديال لي بروتين وبزاف ديال الامور مزيانه تيقلبوا عليه مالوغوزمون بيان سور حيت كاين اللي كيقلب عليه ويديروا بار فوا هذا ايليغال وداك الشيء سورتو بالنسبه للناس ديال الميسكولاسيون. انا كنقول لهم في رمضان راه ممكن انك تاخذه بطريقه طبيعيه جدا وانك تريني في الوقيته ديال الصيام. كي قال لك السي عبد الحق القرداء قال لك هرمون النمو فين الكروت هرمون النمو هرمون النمو جزيلا شكرا شكرا دونك هو هذاك هو الهرمون النمو دونك هذاك تنقدروا نزيدوا الى تبعنا واحد الشيما د لونترينمون بيان كومي فو بيان سبيسيفي هذا نقدروا نوصلوا حتى في شهر رمضان حتى ان شاء الله ل 2% ديال الجروث هرمون تيقدر يتزاد لينا وهذا راه شيء كبير بزاف يعني باش نقول لك زعما الصراحه. هنا عاوتاني اللي عاوتاني خصنا نعرفوا هو لا كاباسيتي ديال لو كور يعني باش تستافد ولا يوتيليزي الاكسجين كتكثر في الوقيته ديال الصيام داكور. يعني الى واحد الانسان تبع وانا غادي نعطيك الطريقه اللي شنو خصو يتبع الى دارها الشهر كامل في رمضان دونك هذيك غادي تعطيه من بعد منين غادي يكون عنده انكوهات بحال شي واحد مشى دار لالتيتود لو ميم ا بو بري لو ميم بروسيدي داكور اللي يقدر انه يستافد منه. علاش؟ لانه تيزيد لنا اوتوماتيكمون لا كاباسيتي ديال يجبد لنا من 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 الاكسجين خصنا غير نعطيه واحد العوامل اللي تعاونه. دونك بحال دابا مثلا منين غنشوف انني انا تاثير سورتو دو لو كور على ولا الاستفاده اللي غيكون عندي من جوج الحوايج هو لو رابور ديال الاكسجين. دونك لو رابور ديال الاكسجين انا تنفضل وتنعطي النصيحه ديالي اللي بالنسبه لسميتهم الرياضيين هو انهم يتكونسونطراو على تو سكي اونترينمون ايروب في الوقيته ديال رمضان اولا في الوقيته ديال الصيام. يعني الوقيته اللي كيديروا دو سيونس ديالهم هذاك اللي تيخدم بدو سيونس في الصباح وفي العشيه غيديكالي اون سيونس غادي يديرها في العشيه قبل من المغرب ولا سيونس ثانيه غادي يديرها مور المغرب. لا سيونس الاولانيه اللي غيديرها قبل من المغرب بما انني انا عندي هذا المعطى ديال خصني ندخلو فهاد لا سوفرونس هادي ونستافد منها احسن حاجه
وبيان سور الثانيه هو انني ما يمكنليش نخدم ليه الفورس لاننا كاين ريسك ديال اللي بحال قلنا ديال لي ليزيون. احسن حاجه يخدم لايروب. لايروب شنو هو؟ هو لانتونسيتي مينيم داكوغ، تنخدموا بانتونسيتي مينيم وتنحاولوا نربحوا لي كاباسيتي ديال لوكسيجيناسيون. بون لي بريباراتور ولا لي زونترينور عارفين الطريقه ديال الخدمه بالنسبه للايروب. بالنسبه للي سبورتيف انا تنقول له العادي ديالها هو بون هي عندها كوريلاسيون بالفريكونس كاردياك ياك. بالك كانوا لي سبورتيف بحال دابا بوحدهم فوالا خدم، كاين واحد لو كالكول نورمالمون خاص. شوف نورمالمون ما تنبغيش نقول نبسط الامور، ولكن تنقول بان خاص ديما يكون تتبع من عند اخصائي ياك. هذه باش نكونوا واضحين طبيعة الحال بالنسبه هذا هو المعقول. بالنسبه للناس اللي يعني بغى يخدم غير هو راسو بون، بالنسبه للاكسجين نقدروا نكالكوليو من لا فريكونس كاردياك. يعني شنو عندنا حنا؟ عندنا فريكونس كاردياك ماكسيمال ياك، هاد فريكونس كاردياك فوالا الفريكونس كاردياك ماكسيمال تنكالكوليها شاك واحد تيكالكولي لراسو هي 220 موان لاج ديالو. وني سا ريست تيوريك، سا ريست تيوريك. لا لا بلاتي، رانا انا تبت على واحد المساله، انا تبت على واحد المساله. هادشي تنقول لهم انا غير باش نقضيو، ماشي باش نقضيو. لا 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 تقريبا بحال يدير لاباري ديالو، راه خصو يدير تيست في او ماكس ويدير المسائل. نعم نعم، حيت الا بغى يدير بصح داكشي راه خصو دي زاباراي ويعبر في البون دو تيست. بيان سور لا انا لا، الخدمه المعقول لا باش نكون واضح، الخدمه المعقول انا قلت لك خصو يدير الداتا ديالو ويساليها ويعطيها لواحد الاخصائي اللي هو تيقدر يدخلها في الاورديناتور اناليزيا، ومن بعد فوالا ومن بعد هو تيشوف فين كانوا لي دوغري. انا دابا تنقول له غير بالنسبه للناس اللي بحال دابا مثلا يعني المهم اتليت كونفيرمي ما عندوش هذا يقدر يكالكولي بواحد السيقنا. علاش لا؟ ولكن علاش انا تنأكد على سورتو في رمضان؟ لانه في رمضان نورمالمون شوف راه السي خالد راه قال واحد القضيه عجباتني مزيان، هي ديال قالك 70% باش تخدم. وانا نجبد له لا سيونس شنو كتقول. دونك هو خصو يخدم نورمالمون 20% ا 30% موان كو لو سوب ماكسيمال. سوب ماكسيمال ديالو يعني فريكونس كاردياك ديالك ماكسيمال هي باغ اكزومبل نقولوا مثلا واحد الانسان عنده 30 عام 220 موان 30 هي 190. دونك هو الماكسيمال فريكونس كاردياك ديالو هو خصو يخدم 30% سوب ماكسيمال في رمضان 160 160. نعم هذا هو البلوز، هذا هذه اساسيه ما يفوتهاش داكور. الا جا بغى يخدم نيت اون ميم طون لايروب غادي يزيد ينقص شي شويه داكور، على حسب نيت ليفولوسيون ديال الفيو ماكس ديالو. كل واحد اتليت خصو يشوف شحال الفيو ماكس عنده ويخدم عليه. دونك هنا يخدم على لايروب في لاسيونس اللي هي قبل من الفطور، يخدم عليه مزيان. انا تنقول له يعني بهذا يحاول ايفيتي تو سكي لي شارج ولا هذا ايفيتوم، يخدم هي لايروب في ديك الوقيته يستافد من هاد لا كاباسيتي هادي ديال الاكسجين. ولو سوار يدير خدمته هو ديك الساعه مور الفطور الخدمه ديالو العاديه الا كان تيدير لونطريمون سبيسيفيك تيوجد لشي حاجه اولا باغ اكزومبل لو مسكولاسيون ولا هادي يقدر يسميتو يستعملها. بارك الله عليك سي حسن. ندوز معك حاجه اخرى، كاين شي ناس اللي كيديروا كوم اوبجيكتيف في رمضان شوت دو بوا، يقول لك انا في رمضان نحاول ندير ريجيم وندير الرياضه ونقص لي غريس. شكون باش سبورتيف الانسان عادي العادي ندير بحال انا شخصيا انا ندير يلا عبر داك النهار فني لقيت لي ام سي تاع لي 25 لي ام سي ماشي هو الفالور اكزاكت ما عرفتش. المهم نعم لا وي لي ام سي كان مزيان شحال هادي دابا لي ام سي ماشي هو لا فالور، لان بعض الخرات يكون الانسان موسكلي وراه هادشي اللي كنشوف. لا لا ماشي هو لا فالور، انا ما عرفت عطاني 25 بارابور للطول تاعي بالنسبه للبوا عطاني 25 ما عليناش. انا كنقول ربما زايده شي 2 كيلو ولا 3 بغيت ندير دابا كنقول نستغل انا هاد رمضان باش يعني الانسان باش انا كندرب تقريبا 3 المرات ولا 4 المرات في الاسبوع يعني ما عادي هاوي، ولكن شنو المسائل اللي تقدر تنصح بها انا عندي بزاف اصدقاء حتى هما معايا في المجموعه داخل كيتفرجوا باش يستافدوا معايا. هذا هو انه انا اللي تنهضر عليه هو ديما حاجه تكون شويه علميه. علاش؟ لانه الانسان تيبغي ينقص في الوزن شنو معنيتها؟ غادي نقص من لي كيلو كالوري. يعني انا مثلا خصني نكالكولي شحال ديال الكيلو كالوري تنستهلك في النهار وشحال ديال الكيلو كالوري تندخل في النهار. دونك انت الا بغيتي مثلا تنقص اهم حاجه هو انه تعرف لي كيلو كالوري اللي عندك بار اكزومبل شحال كتستهلكهم النهار اللي كان مثلا كتريني فيه شحال تنقدر نستهلك شحال تنقدر نكونسومي. وفي هذاك لو رابور تبدا تنقص. يعني كنقص انا مثلا 500 كيلو كالوري بار جور بار اكزومبل، باغي نقص واحد لي كيلو نمشي بهكا ما نديباسيهاش.
المشكل اللي كيوقع شنو هو؟ الناس سوا تيدخل في ديك بحال اللي قلت لك، راه تدخل راسك في مثلا اون سوفرونس، انت ديجا دوك تيبداو الناس بعد الاخر تيقول لك لا انا في رمضان باغي نطيح، دونك هو تيزيد يجوع راسه في النهار، تيجي باش الوقيته اللي غادي يريكوبيري تيقول تيريكوبيري في الفطور، تيقول لك انا بارك ناكل الفطور بركه عليا، فهمتي؟ حيت باغي ننقص، هو في ذاك الفطور اش كياكل؟ راه هذا هو المشكل، ماشي لا كونتيتي، راه سي شنو كلينا. دونك la qualité. فوالا لا كاليتي هو الاحسن حاجه. الى بغى الانسان ينقص، سوا تيطلع في الوتيره ديال لي كيلو كالوري كونسوميهم، سوا غادي ينقص منهم تو سامبلومون. مالوغوزمون هنا ما تياخذوش بحال مثلا ما تنشوفوش لي فخوي لي سالاد باغ اكزومبل بزاف لي منيو ديالنا. الناس اغلبيه في رمضان تيبدلوا كل شيء على غفله، دقة وحده لوكور، فهمتيني؟ وتيقول من بعد تيقول مالي انا، راه سي تو تافي نورمال، فهمتيني؟ فهمتيني؟ حيت لوكور ديالك مولف على واحد الحاجه، انت كتجي في رمش تعين كتقلب له كل شيء. اوغلا هو نورمالمون خصك تمشي بهذا بشكل تدريجي. المهم عاوتاني بالنسبه لي زاتليت مثلا اللي غيتبعوا اون فادير هاد القضيه، راه مهمه هي انه اللي غادي تتبع واحد ان شيما بحال اللي قلنا، بغينا نوصلوا لهذاك المستوى ديال 2% مثلا ديال الجروث ونطلعوا في الاكسجين، راه خصنا ناكومبانيو بيان سور بواحد ماشي ان ريجيم اليمونتير ستريكت، ولكن شي دي ماكرو نوتريمون دي ميكرو نوتريمون خصهم ضروري يتخاذوا، يعني المكونات الغذائيه بما فيهم الكربوهيدرات والبروتين هادو يكونوا بيان سبيسيفي بيان كالكولي لي تخادو، وسورتو لي بروتين، سورتو لي بروتين، لانه بغينا ولا كرهنا لو كور يل فالي زوتيليزي في الوقيته ديال لا سونفرونس ديالو، و سي اون بون شوز. انا تنقول وي، حيت منين الناس عطيناهم لي بروتين في الوقيته ديال هذاك ديال لارتيكل، عطيناهم لي بروتين في هذا من بعد، هما اللي عطاو لي ميور بيرفورمانس او نيفو ديال الجروث هرمون. علاش؟ لان خلينا لو كور تلقى لي بروتين واجدين تيستغلهم، منين تيستغلهم تيدخل بحال دابا مثلا الوقيته ديال المغرب، تنعطيهم حنا ديك الساعه دي بروتين سو فورم دو ليكيد، لان ما يمكنش انجيري واحد الكونتيتي ديال لي بروتين كبيره فوقيته اللي هي هذا صغيره بزاف، مي درنا لهم تندير لهم دي هذا دي كونسونتري ديال البروتين تيشربوهم، وسميتهم وعوضوا وحسوا يعني كان فريمون كان واحد لاغد لي تيحسوا عاوتاني بلونترينمون بانه ان سون ميو ادابتي، وهي دي باش تطلع شي شويه في هذا في لا بيرفورمانس. يعني واش جيت تبارك الله عليك السي حسن، حنا نفتحوا المجال بالنسبه للاسئله ديال المتتبعين، اللي عنده شي سؤال يكتبوا يطلع لنا هنا غادي نقراو، ولكن حنا غادي حنا غنحاولوا نربحوا الوقت او ناتوندو باش يكونوا لي كيستيون. قلت انا قبل ما سي نور الدين باش نكمل في لي ريكومونداسيون. نعم تفضل. بحال قال السي خالد امبيراتيف المهم عاوتاني نقولها، هو ريدوير لو طون ديال لا سيونس بيان سور، ريدوير لو طون ديال لا سيونس، ولكن شونجي انا بحال اللي كنقول على حسب. بعض الخطرات كاين شي واحد يقول لك انا ما محتاجش مثلا لايروب في خدمتي بار اكزومبل ان سبورتيف جو سي با، هذا مثلا هذا جودوكا ولا هذا، انا تنقول له واحد المساله اللي هي بسيطه جدا علميا، اي واحد تيدير لو سبور واخا يكون تيدير الجولف او تيدير لو تيغ على الارك، يعني واقف بلاصتو، اي اتليت ولا اي سبورتيف كونفيرمي يلا بيزوان دو لايروب، هادي سي اون رياليتي سيونتيفيك، يعني هذاك الانسان خصو ضروري يخدم لايروب ديالو. هادي من جهه ريدوير وي داكور، يعني بالنسبه لي سيونس وتقربها للماكسيموم المغرب الوقيته ديال الفطور. داكور. وبالنسبه للناس اللي كيف قلتي سورتو لي زاتليت كونفيرمي، كيف قلتي تيكون عندهم دو سيونس في لا جورني، وحده تيحاول يدير قبل المغرب وحده من وراء المغرب انت، ولكن انت باش كتنصح هذا السيد من حيت يعني في لا ريبتور دي جون، يعني في الفطور ديالو شنو الامور اللي كانت لنا مقبل خصو ياكل شي حاجه اللي كتكون سريعه الهضم ربما باش من يرجع سميتو يدرب ما يحسش، لانه يقولش حس داك الشيء اثر عليه يكون ثقيل وجدوا البوان دو كوتي ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. من بعد كنقيد انا انت غتجاوب وانا عندي واحد السؤال. هو هنا فين قلت لك هما لي شيك ديال لي كونسونتري بروتيك ولا اللي كنزيدو في تيكون فهمت لا ديكستروز لا الكربوهيدرات، هذوك ممتازين جدا
الواحد يدير بهم لا روبتور ديال لو جون ديالو، احسن ما يدير كاس الحليب، يدير حليب فيهم هاد لي كونسونتري بروتيك. علاش؟ لانهم تيريكوبيريو لينا غابيدمون داكشي اللي ضاع. ثانيا تيعطيونا لو كور ديما ديال ان سبوت كي لا بيزوان ديال لو ليكيد، ما تيقدرش الا با بيزوان ديال لو سوليد في ديك الوقيته ديال الروبتور ديال لو جون. سي بور سا اصلا ياخذ البلوس لي كونسونتري بروتيك وديال لي كربوهيدرات ياخذهم في الوقيته ديال الفطور سو فورم ليكيد باش غادي ديجيراو فاسيلمون. بيان سور ياخذ لي ميور، انا راه مازال تنأكد عمي كنهضر على لي كونسونتري وداكشي خصهم يكونوا دي كونسونتري فاليدي باغ المهم الميدسان ديالو اوتوريزي مكلف اوتوريزي ويعني فهمتي اللي حاجه اللي تكون مزيانه اللي ماشي هذا غادي تولي ضاره اكثر فهمتيني، ويقول لك لا خص داكشي يكون فهمتي يكون متوازن. فوالا هادوك يقدروا ياخذهم تيعطيونا بلوس ديال فاسيليتي حتى في لا ديجيستيون، راح يتكاين دابا دي كونسونطري من هادوك اللي كيكون فيهم دي زونزيم اللي كيعاونونا على لا ديجيستيون، دونك تيفاسيليتيو لنا وتنخدم هادوك تخدم بهم بشكل مزيان هادوك. اذا ما تكون شي حاجه ثقيله شويه دات سيرتو بحال دابا كاين اللي كيبدا ياكل شي حاجه ثقيله شويه في الهضم ولا شي حاجه، دونك ايفيتاو هاد المقليات وهادشي دابا اللي ولا دابا تبارك الله الخير موجود، المغاربه تفنوا الطبله حاجه كتنسك في حاجه يعني داكشي اللي كيشهي كتولي كتاكل بلا هو. قبل راه كانوا المغاربه سامبل، راه كان البيض مسلوق شباكيه حريره والتمر سالا نقول لك تمسك الا قدر. دابا راه تبارك الله ها البريوات ها هالبطبوط ها المسمن ها الطواجن هادشي ما نعم. كاين غاديين هاد الناس. هو بصح سي نور الدين باش نقول لك واحد المساله، بالنسبه انا كنهضر بالنسبه لي سبورتيف، ان سبورتيف راه ماشي بحال الناس العاديين يعني الا هو باغي يعني ياكل كيف بغى الحريره وداكشي ما يبدل الحرفه فهمتي. دونك اهم حاجه يقدر نبدلو له ياك ياخذ شي حوايج اخرين بسوفور باش ما يبقاش يعني في دوك لي تراديسيون يبقى فيهم مزيانين، يعني مثلا التمر ممتاز، البيض مسلوق ممتاز، اما داكشي ديال المقليات واللي كيكون لي صوص الغرا فوالا الغرا مع لو سوكر وداكشي هذاكشي نورمالمون داكشي يدوا ليفيتي. الحريره يقدر هذا ياخذ شي شويه ولا يستعمل بحال دابا مثلا اون سوب دو ليغوم مزيانه، اون سوب دو ليغوم باغ اكزومبل يفرق بها هو الصوم بوحدو فهمتي يعني ديالو ياك، هادو من الحوايج اللي هما فهمتيني حتى منين غيقبط لا دوزيام سيونس غادي يكون عنده بعدا شويه هاد حوايج مزيانين. هو خصو يعرف بحال من غير رمضان ما تياكلش بحال الناس، راه حتى في رمضان ما غياكلش بحال الناس، دونك هادشي راه شيء عادي ما يخصوش لو كور ديالو. سي بحال اللي قلنا شحال من مره سي لا فالور هو راس المال ديالو. داكور سي حسن، عندنا واحد السؤال من عند سي عبد الحق القرداع، قال لك لانسوفيزونس دو كونسوماسيون دي بروتيين بروفوك لو كاتابوليزم موسكولير نيست با؟ بيان سور بيان سور، هذه تري بون كيستيون وعنده الحق، هذه ماشي كيم كيستيون هذه سي افيرماسيون. دونك فوالا عندنا لي بروتين يلاكسيليغ الميتابوليزم ديال لي موسكل بحال اللي قلنا لي زاسيد اميني، لي بروتين هما لي زاسيد اميني، دونك اوتوماتيكمون لو مونك ديالهم تيخلق لنا لو كاتابوليزم، وانه لو كور تيبدا يهرس في ديغرادي دوك لي اسيد امين اللي في لي موسكل وتيستعملهم كوم انرجي، وهنا هو اللي كيوقع هذا الشكل اللي كيوقع هنا في رمضان. ملي كيديغراداو لي موسكل تتولي في مشاكل، داك المشكل اللي هو خصو بالعكس يكون كبير وفور وهذا تيولي متلاشي وناقص وهذا، دونك ما تيبقاش قابض في العظم وفي لي ليغامون مزيان تيتلاشاو حتى هما، لو ريسك ديال تيولي الريسك ديال البليسيون او دو فوالا فراكتور حتى هما. داكور كنتمنوا نكونوا جاوبناك السي عبد الحق. عندي سؤال من عند سي هشام بابي من مكناس، قالك شحال المسافه الطويله اللي يقدر يجري رياضي قبل اداء المغرب مع اخذ الاعتبار ضربات القلب؟ هادشي ما غاديش نحدو، راه الدكتور ربما راه ما قدرناش بالمسافه، هذا الشيء كنهضروا بالوقت وكنهضروا فوالا. لا مزيانه هي مزيانه حيت هو بغى يقرب شويه يعرف المسافه، وهذا هو اهم حاجه، هو الا كان عنده باش يعرف الفيو ماكس ديالو ولا الفريكونس كاردياك ديالو، ويخدم ديما لتحت يعني بحال دابا ماشي هو المهم 70%. حيت حنا المهم اللي خصو يعرف هو انه ما تنكالكولوش بلا ديستونس، حنا ديما تنكالكولو بلو طون
D'accord, le temps où il te calcule là. Normalement, la distance ça vient هذا الى هو بغى واحد النصيحه مثلا غادي يدير المهم ما عرفش انا الخدمه فين واصل هو، ولكن نورمالمون بحال دابا 30 مينوت ولا 40 مينوت قبل من الفطور كتخدم فيها مثلا الايروب انديفيرومون ديال لا ديستونس باركوري، الى من بعد غيلقى راسو بانه هو ديك لا ديستونس باركوري الى ايفولوي ياك، ولو طون غتبقى هو لو ميم، يعني في نص ساعه كان مثلا تيجري اون فا دير المهم 7 ولا 8 كيلومتر، في الاخر في رمضان غيلقى راسو في ديك النص ساعه بدا تيجري 9 10 كيلومتر مي افيك الميم فريكونس كاردياك، سي سا لايروب. نعم نعم تبقى نفس لا فريكونس كاردياك في 140 ولا في 150 تيبقى مثلا هو في لو سو ديال ما يفوتهاش وديما غادي في الميم كادونس. اذا المعيار الوحيد اللي خصنا نتبعوه هو لايروب كيف قلتي، الواحد يعبر في النهار ديال يعبر الفيو ماكس على الضربات ديال القلب وي. ويدير 70 60% 70% على حسب، حتى لا كان الجو الا كانت الحراره انا كنفضل ننزل 60% لان بنادم كيديزيدراتا على الظروف فين، واش غادير في واحد البلاصه لو تيران كومو اللي واش لي تيران لي بلا ولا لي تيران لي اكسيدونتي ولا شي حاجه. دونك مزيان اسمح لي سي نور ديم زعما شفتي لهاد القضيه هادي، هو انه ملي كنبغيو نترافايو نورمالمون لايروب من الاحسن تنكونوا في شي بلاصه اللي تعطينا الاكسجين، يعني في الغابه ولا شي حاجه كتعطينا الاكسجين ان بو بلو فري بور، يعني من الاحسن يتريني في هذا في سميتهم في الغابه. مي اتونسيون عاوتاني في الغابه الفو بريفوار دي سميتهم يعني دي شوسيغ ادابتي، فهمتي، باش ما يكونوش عاوتاني لي ريسك ودا هادو. نعم داكور، اذا في انتظار الاسئله تبقى لنا 10 دقائق ونحسوا الا كان شي سؤال ولا شي حاجه. مرحبا الدكتور حسن راه في الخدمه. ما عليناش، تجربتك سي حسن انت مع سميتو مع الناس الرياضيين اللي كاينين في رومانيا، واش عندهم حتى هما شي ظروف بحال القمه تيكون مثلا الجو بارد بزاف ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذه كتنقصوا، يعني كتكون دي كونترانت باش نقصوا في لا شارج ولا شي حاجه مي كيكون السوت ولا غادي تريني على برا ولا شي حاجه، واش تقريبا كتكون شي ما غنقولوش الصيام هما ما تيصوموش، ولكن الظروف الجويه كتمنع عليهم انهم يحدوا من ذاك يعني لانتونسيتي ديال لونتريمون، يعني بيان سور تجربتك بغينا نستافدوا منك. هما هو الاساس هو انه ديما تتادابتي، اولا كتبدا بلي ميزور اللي هما معروفين لابيمون وداك الشيء يكون اديكوا، يعني حتى دابا بالنسبه للناس اللي في الصهد بزاف كاين دي زابيمون اللي كي المهم بحال داك الشكل ديال الكليما كول وهذا اللي كيعاونوا شي شويه بالنسبه للناس اللي هذا كي بيان سور كيلبسوا مزيان. تما اغلبيه ملي كتدخل الشتاء يعني الشتاء بصح الثلج وداك الشيء اغلبيه تيولي الاندور، يعني تيولي غير داخل القاعه المغطاه. نعم داخل القاعه، داخل القاعه تبقى ديما لا تمبيراتور تقريبا هذا اومبيون حقيقه، تيكون نقص مثلا في توسكي اوكسجين ولكن تيريكوبيريو بدوك لي هذا لي لافونتاج انه الحمد لله ديما معتدل والغابات موجودين، يعني الانسان يقدر يستافد من الايروب بشكل هذا يعني طبيعي، هذا هو اللي كاين. داكور، كاين واحد السؤال من عند السي ابراهيم القفاز، كومو اورغانيزي لي بوز ديغون رمضان؟ لي بوز يعني يعني التدريب ماشي وسط التدريب، يعني لي جور اللي تقدر ديرهم نتايا روبو لي جور ديال الغوبو، واخا هو يبقى في لو ميم. انا بحال اللي قلت له نورمالمون عنده باغ اكزومبل ان بروغرام بري ديفيني، يعني نورمالمون دابا بحال دابا مثلا غيوجد راه عنده ان بروغرام ان سيكل ديال لونترينمون ديالو، هو غادي يبقى في لو سيكل دونترينمون ديالو. الحاجه الوحيده اللي قلت لهم انا الفال ديكالي هو لا سيونس لو ماتان غادي تولي قبل الفطور، يعني في رمضان تتولي قبل من الفطور، وهذيك اللي قبل من الفطور تنخدم فيها غير لايروب، والاخرى كنخدم فيها لو سوار تنخدم فيها بيان سور افيك ان تي انتونسيتي شويه ريدويت، تنخدم فيها لي زوتر فين لو ستاد اللي كاين هو فيه، يعني مثلا هو خدام سبيسيفيك غادي يخدمها في لو سوار مور الفطور. نعم. الا خدام في هذا في لاشارج ولا شي حاجه حتى هي نفس القضيه، يخدمها في لو سوار بريدكسيون ديال لو طون لو طون ديال هذا. بالنسبه للايروب جو بونس با غادي يحتاج فيه نورمالمون اون هذا اون، يعني كل واحد غيخدم نورمالمون على حسب التيب دو ديسيبلين اللي خدام فيها، راه عنده اون جورني دو بوز جو بونس هي اللي كتكون في لا سيمين، ولكن على حسب تيب دونترينمون فين خدام. سي ابراهيم القفاز مع المجموعه ديالي هذا كيدرب كيدير تبارك الله الجري وكيدير الدراجه والسباحه، دابا في رمضان ما كايناش السباحه. حنا درنا برنامج اسبوعي درنا فيه دو جور دو روبو
وكيف قلتي حنا اون غيدوي 60% 70% شي اللي كيطلع شاب داك الشيء خفيف موديري غير بور المونتريا او ميم طون باش بنادم يبقى يتحرك وصافي درنا لو ميركودي لو سامدي مره تنجري ومره لو فيلو بالبيسيكليت لا بيسيكليت بعد المرات بعد المرات نعم بعد المرات غادي ندون نعم بالنسبه للجري الجري ولا البيسيكليت راه الميم نقدروا نخدموا بهم الايروب يعني احسن حاجه هي نيت تشكل يعني باش يبقى عندك لو 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 رولاج اون فادير ولكن تخدم بلانتونسيتي ريدوت وتحاول تخدم فيها هي لايغوب مثلا هي لايغوب هي حقيقه كاين عرفتي واحد الاشكاليه هو ديال هذا العام هذا بيسكو دابا كاين الكونفينمون في لو سوار داكشي غادي تجي صعيب بون بالنسبه لي زاتليت راه يمكن يكون عندهم جو سي با واش عندهم دي كونديسيون سبيسيال يقدر يمشي مثلا يتريني واخا كاين هذاك يعني يقدر يمشي هو يتريني باغ اكزومبل في لاس ما جو سي با في هذا ولا تيكونوا في وسط الانستيتيو ولا شي حاجه يقدروا في ذاك البلاصه ديالهم يقدروا يخرجوا يتريني ولا هذا ما عرفتش ولكن هما بحال دابا هذوك اللي هما في الانستيتيو سبورتيف ولا شي حاجه جو بونس راه غيقدروا في لو سوار يكملوا لونترينمون ديالهم نعم حنا البروغرام درناه قبل الافطار لان مور الافطار ما يمكنش نمشي ونطبط ما كانش كاين السؤال ديال الساويره موغادور قالك عدد الوجبات بعد الافطار والوقت بين كل وجبه الوقت بين كل شحال بنادم يقدر ياخذ من روبا سبورتيف شحال يقدر ياخذ من روبا من بعد لا ريبتور دو جون حتى للسحور ولا شنو نعم نعم هذه تاهي اون تري بون كيستيون هي اهم حاجه هو مازال تنقول ماشي لا كونتيتي هو شنو لا كاليتي يعني الا خديت انا لو روبا ديالي نورمالمون في الفطور يعني نعطيو واحد هذا مثال يعني يكون فيه لي سميتهم لي ليكيد البروتين ديالنا وناخذوا فيه مثلا لي غلوسيد مزيانين تاخذ فيه الانسان ياخذ فيه اون سالاد ياخذ فيه باغ اكزومبل واحد هذا يعني مخا شويه ديال لي هادو الشهيوات ديالنا خفاف ماشي بزاف هادوك ماشي هذا بالنسبه لي ان روبا مزيان ويديكالي لوتر روبا نورمالمون في سميتو ابري واحد الا كانت عنده لا دوزيام سيونس ديالو ديك الساعه في لو سوا غادي يديكاليه ابري ياخذ ديك الساعه الدوزيام فاز اللي نورمالمون خصها تكون غير سوليد بحال دابا طرونش مثلا سوا ديال الفيوند ماغر من الاحسن وغارنيتور ديالو ديال ليغوم وسميتو خلاص بالنسبه للسحور راه مفيد حتى هو خصو ياخذ فيه واحد هذا واحد يعني شويه ديال سوا لي ياغورت ولا هذا المهم كيكون خفيف قبل من الفجر هذا هما لكن نورمالمون سي لي 3 روبا ريبارتي مي من الاحسن بحال اللي قلت انا البلوز امبورطون هو شنو غادي ناخذو فيهم ماشي هذا حيت راه تقدر تاخذ ان سول روبا مور الفطور وسميتو غادي تقل عليك وما تستافدش منه في الحقيقه الامر تيكونوا غير دي ديشي ياك تزيدهم على لو كور هو ديجا مهلوك وانت كتزيدو بدي ديشي اكثر فهمتي ما تتساعدوش حاجه اخرى سي بالنسبه لدوك لي بواسون اسيدي بحال دابا قلتي جو دورانج ولا جو سيترون ولا شي حاجه تيقول لك الناس في رمضان ايفيتي واش هذا الطرح هذا حقيقه ولا غير مجرد كلام انت اللي انا بغيت تعطيني انت يا بحكم دابا فهمت دابا هما الاشكاليه هو انه كاين كل واحد وهذا القراءه ديالو هو لو فروي اوترمون كتاخذو كوم ايتون فروي اوترمون ملي كتاخذو بريس هذه حقيقه علميه دونك ملي كنبريسيو لو فروي حنا كان سميتو كنقدروا اننا نوموجينيزيو واحد الحوايج اللي هما اصلا ما كانوش تيتوموجينيزو في ليطا كرو ديالو داكور هذا باش نوضح داكور يعني ملي كناكل انا تفاحه الوظائف ديالها ماشي بحال اللي كندير عصير ديال التفاح دونك كونطون بريس تنقدر انني نسميتو ميكسي فوالا كتولي بحال كتنقولوا كتطلع شويه نيت افيكتيفمون شويه ديال لاسيديتي اللي كتكون عند هذا لو كور الاشكاليه هي شنو كيفاش غنوظف على حسب لو تيب دو كور لا نوتريسيون اون جينيرال اي لي بيرسوناليزي المشكل اللي كاين هو انه الناس يل فو لا فولغاريزي يعني نقبط انا واحد لو موديل سبيسيفيك لواحد السيد وغادي نقول هذاك لا هذاك السيد عنده واحد لو تيب ديالو عنده لو كور ديالو عنده لونترينمون ديالو شنو خدا دونك اوتوماتيكمون بيان سور كاين واحد القواعد سكي فو فير سكي نو فو با فير مي دو لا ادير بانه هذا ما يصلحش له هذا ما يصلحش له نو يقدر واحد السيد وي بحال دابا مثلا بالنسبه لي انا اتليت اللي
المهم اونتر كيومي خدمت مع مثلا خدم وعبرنا له مثلا لو بي اش ولقيناه طاح وصل 6.9 ولا شي حاجه فهمتيني ان امبوسيبل فو لو نوتراليزي فهمتي دونك اوتوماتيكمون واحد جو بومبلوموس ولا شي حاجه خصني نوجدها له سور بلاص ياخذها مور الفطور لانه ديك الساعه انا خصني نوتراليزي لو بي اش ديالو في لو كور اكثر ليا من ان شنو اللي غيوقع له في حوايج اخرين داكور دونك هادو قراءات ما داكشي ديال هادي غنعمموها لكل شيء لا دونك انا هذا هو اللي تنشير ليه من الاحسن اللي فروي يتخادو سميتو يتخادو كاملين بالطريقه ديالهم يعني كرو احسن انا تنفضلها واسباسي من 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 سميتو لي زاليمون دونك او نيفو ديال الكولاسيون ياخذوهم تا هما مزيانين. D'accord, qu'en si Zakaria Mouflih fait dial français, qu'elle est que le couvre-feu à 19h ou le Mourab à 21h. Donc, il faut attendre 2 heures après l'entraînement. Qu'en pensez-vous? Ma femme, tu en as. Yakma ou Adar Zamala, le mouchkil dial. L'entraînement. Comment faire l'entraînement après? يعني لك تاخذ لو تتوريك لو جون وغدير لونترينمون زعما قبل من 9h. هذا كاين فرنسا سي زكريا كاين فرنسا قال لك ربما تيهضر على لونترينمون قال لك فوا اتوندر 2 اور ابري لونترينمون كون بونسي فو يعني يعني هو حيت كيتريني هو قبل السبعه يا كيتريني مسكين قبل السبعه من بعد السبعه كيولي كوفر فو اللي طوبليجي صابغ يسالي لونترينمون كيدخل وكيبقى يتسنى ساعتين باش يدير لا ريبتور دو جون. دونك قال لك اش نظرك في هذه القضيه لان كي غيدير في التدريب لان ما غاديش يسالي المغرب ما سالي لونطريمون غيمشي للمغرب مباشره غادي يسالي لي زونطريمون مع السبعه ولا ريبتور دو جون ما عنده حتى التسعود دونك ديك 2 اور اللي عنده دونك دو سي كا سي كوا يعني لو مود كي دو ادابتي هو الا كانت عنده لو كوفر فور 21 اور وعندهم ريبتور دو جون 19 اور لا عنده لو كوفر فور كاين فرنسا لو كوفر فور مع 19 اور الا غيتريني برا خصو السبعه يكمل ويدخل دارو ويتسنى ساعتين حتى التسعود عاد يفطر يعني مسائل صعيبه شويه كتبان لي. بصح صراحه الله هي باش نقول لك هي ما عرفتش ما نقدرش نقول له زعما شنو دابا المهم هادو دابا هادي خاصيه باش نقول لك المهم تنتمنوا ان هادشي ما غاديش يطول دونك هادشي يعني ما غاتكونش ديما دونك الاساس هو انه كنهضروا حنا على لا جينيراليتي ديال ان شاء الله ديما ملي شنو يقدر الانسان يدير ان شاء الله في الا كانت في لو بروشان رمضان هو بالنسبه له حقيقه غادي توقع اشكاليه عنده النصيحة اللي ننصحو حتى هو فيه يخدم شويه لايروب ملي كنخدم لايروب في غالب الامر مثلا وتنكون في فريكونس كارديياك ديالي اللي هي مرتاحه في غالب الامر ما تنحسش بالعياء الا خدمنا لايروب انا تنهضر على سبورتيف كونفيرمي الا خدم لايروب كيدير سيكليزم سي زكريا كيدير سيكليزم فوالا الا خدم لايروب بالشكل اللي خصو يخدم به بالعكس لايروب تيخليك انك تحس براسك بانك تو بلوس دو بانش و بلوس دينيرجي ما عندكش اشكاليه داكوغ دونك هو باغ اكزومبل بالنسبه له يقدر يسميتو يدير هذا منين يرجع باغ اكزومبل الدار اون اتوندون باش يدير لو روبتور ديالو ديال لو جون يقدر يدير بحال دابا مثلا دي هذا يدير شويه ديال لي كلاس سميتهم على هذا بوغ المهم شويه بوغ لا ريكوبيراسيون بوغ ريكوبيراسيون او ميم طون كتعطي شي شويه ديال هذا ديال لا فريشور ويتسنى تيبدا هذا الغوبتور ديال لو جون هذا هو اللي كاين سي زكريا عليك غير غصور سينو شوف دير تجي تحرق هاجي للمغرب واجي تفطر معنا تريدو تفطر في البلاصه حنا كنفطروا في 7:15 الله يعاونك اخويا كاين سؤال ديال البطل ديالنا سي عزيز العداج قال لك هل شرب القهوه بعد الافطار يؤثر على النوم سي نورمال سي تستيميلو واني نخلي الدكتور اللي غادي يقنعك اكثر من وي هو وحده ديال القهوه وي هو منبهات منبه هو سي كاتيجوري الا كان الانسان واخلي كنعطيك واحد الاشكاليه واحده اخرى هي كيف ما القهوه منبه كيف ما القهوه ممتازه مش نتفاهم على الهضم او ميم طون استان اونتي انفلاماتوار دابا كاين دراسات تيهضروا على الكافيين استان بويسون اونتي انفلاماتوار مهم بزاف بالنسبه لابري اون سيونس بور لا ريكوبيراسيون داكور القياس ديالها ديال لا ريكوبيراسيون بحال دي ميديكامون اللي كيتعطاو بور لي انفلاماسيون دونك هي مهمه يقدر ياخذها حاجه وحده هو انه تاخذها في الوقيته ديالها ديال مور الفطور
كلما قربتي كلما ما تزيدش تشربها من بعد، كلما كان احسن. ايوا داكور اسيدي، انا لحد الساعه مازال ما شربتش قهوه، هذه يومين ديال رمضان مازال ما شربتش القهوه، لا المهم ما عرفتش. لا انا شويه بيتي كنشرب جوج في الايامات العاديه، جوج وين ثلاثه الا كثرتوني دابيتي جوج، وحده في مع العشره وحده مورا الغداء، داكشي اللي كاين وكيف قلتي. ولكن رمضان لحد الساعه ما شربتهاش، ما عرفتش، غندير واحد لا ديتوكس، ما نشربش قهوه، ولكن حتى ناخذ كونجي غندير نشربها. اذا سي حسن، الا عندك شي ما تضيف انت، الا كان شي حاجه ما تضيفها هنايا قبل ما نختموا، لان صراحه حنا وقع المشكل اللي وقع لنا في الاول كان مشكل تقني، ودابا روضي غادي نديروا معاك ان شاء الله شي لايف اخر، غنحاولوا إن شاء الله. شوف انا قدام الناس دابا غنفاجئك، انت بصدد اعداد واحد الدراسه علميه حول التغذيه عند الرياضي الصفوه، عنوان زوين هذا، ياك ياك أيه شتي، واخا ما قلتيش انت، انا التغذيه النظام الغذائي عند الرياضي الصفوه، يعني لاليمونتاسيون شي لي سبورتيف دو هو نيفو. انت ان شاء الله باعداد هذه الدراسه، وغتعتمد على واحد الاسئله، واحد لو كيستيونير، انا في انتظار، انا كنتظرك ترسلوا لي، وغادي نرسلوا للاخوان لنا شي حاجه، ولكن بغيت يكون عندي السبق الصحفي، ماشي السبق الصحفي، السبق انني نحاول شي نهار ندير معك هذا اللايف، ديروا هذا رمضان، نستافدوا ونشوفوا شنو ما في جعباتك، اشنو غادي تقول لنا في هذيك اليوتيوب، دو كوا ساجي، وتحنا نتعاونوا معاك، سي لوكازيون باش نعرفوا بها، باش الاخوان اللي غادي نرسل لهم انا هذه يعرفوا، يقول لك راه داز معاك الدكتور، نسهل عليا حتى انا الماموريه الا كنتي موافق بطبيعه الحال. بيان سور. وانت راه انت تبارك الله شي ديال العلم ما كتخبيش عندك، كتهضر بواحد العفويه. الحمد لله سونس دي بارتاج عندك في الدم، الحمد لله، وهذا الشيء اللي خصو يكون. هذا مزيان منين هضرتي سي نور الدين، هذاك الشيء علاش دابا داير واحد الدراسه هذه وباز ديال ان كيستيونير، يعني باش نعرفوا شنو هما لي زابيتود اليمونتير اون فادير عند لي زاتليت دو هو نيفو، بشكل يعني بشكل هذا، ما حيت ما دارت شي دراسه بهذا لونفيرغور ولا بهذا القضيه، على باش نعرفوا بعدا شنو هما الطرق ولا لي موداليتي ديال لي زابيتود اليمونتير عند لي سبورتيف ديالنا، ومن هنا من هاد الدراسه هذه كنقدروا اننا نجسدوا، حيت علميا خاصك ديما دير لو كونستا، عاد من بعد تقدر تديتيرميني شنو هما الحوايج اللي خص يفون الانترفونسيون ولا لي زاكسيون فادير ديال الانترفونسيون فيهم. دونك انا في هاد المساله زعما تنشكرك وتنتمنوا ان الرياضيين يعني ينخرطوا في هذه، لان فيها غير الخير ان شاء الله لهذا الجميع. بالنسبه اللي بغيت نضيف ليها هو علاش انا هضرنا على الفريكونس كاردياك، هضرنا على بارتي هذاك المثلث اللي كنا ديما تنهضروا عليه، عندنا الفريكونس كاردياك، وعندنا فوالا، وعندنا لايروب، وعندنا التيسيو مسكولير. علاش ما تنفضلش ولا تنصحش باش انه لي زاتليت يخدموا تو سكي افور سواء انايروب ولا فورس مسكولير قاصحه في الوقيته ديال لو جون؟ علاش حتى لو بغاو يخدموا نقولوا دي موفمون الفورس موسكولير ولا هذا، يقدروا يخدموهم في ريزيستونس مده طويله، احسن شيء ايفيتو لو ماكسيموم لو كومول ديال لاسيد لاكتيك. علاش؟ لانه لاسيد لاكتيك زيد عليه ليبوغليسيمي يعني موك دو غليكوجين، زيد عليه لا ديزيدراتاسيون، كاين ريسك كبير ديال لي ريبتور موسكولير ولا لي بليسور، وبزاف د المرات تنشاهدوهم تيوقعوا سورتو بحال دابا الا كان نيتي دير شي كومبيتيسيون ولا شي حاجه، تيحس بانه تبليس بشي طريقه بداك المونك دو كونسونطراسيون، ومن بعد ديك لا بليسور الفخين فريمون الفخين لا بيرفورمانس ديالو من بعد. دونك هذا هو اللي باغي نشير له، حتى هي باش يحتاطوا من هادو الرياضيين. راسي سي خالد راشار اللي قال لك ما ينساوش لي سيونس ماساج بالنسبه لي زاتليت كونفيرمي، لان لاسيد لاكتيك الحمض الامين ضروري كيحيد سورتو بالمساج، بالمساج كيتكونفلو الماساج تماما. وكيف قلتي لي موان دو ريكوبيراسيون راه سون بليزيور، واني ضروري فيهم اول حاجه لو سومي، النوم، النوم ريباراتور، لو سومي ريباراتور، الاكل، الماساج، ايوا وبنادم يرتاح خويا راسه من المسائل اللي بوند لي زوند نيجاتيف، هادو هما الامور اللي كتخليك. والسي حسن كنشكرك بزاف، ونهار كبير هذا من عاودنا شفناك وطلعنا من محياك، كنشكرك بزاف، وحنا ان شاء الله يكون لنا اتصال معك ان شاء الله، نحاولوا خلال رمضان نذكروا على هذه القضيه ديال التغذيه عند الرياضي الصفوه، العنوان راني سجلته بسميتي
واللي المحتوى غيكون عندك انت، إن شاء غادي الله تزيدني بعون حداك الله، تما إن شاء لتحت. الله إن شاء الله. شي نصيحة قبل ما نودعوا الناس؟ لو النصيحة اللي نقول لهم هو رمضان راه شهر بعد شهر ديال الفو ترافايي. المهم هذا واحد الجانب، عاوتاني كاين مهم لي بسيكو ولا لي كوتش مونطو يفهموا احسن مني، هو راه لو كور عاوتاني راه حتى فيه واحد لام، وديك لام كت يعني الروح حتى هي خاصها تتغدى، كتغدى حتى هي خاصها بزاف الامور. رمضان راه هو غذاء ديال ديك الروح، الروح. وهذيك الروح حتى هي الا تهلينا فيها ولات اون سينيرجي اون فا دير افيك لو كور، لو كور اومان راه هذيك هو لا كلي اون فا دير ديال اون فري بيرفورمانس. هذا الشيء اللي نقدر نصحهم، دونك يستافدوا من أخ رمضان، يستافدوا من رمضان، هذا الشيء اللي كاين، رياضة وعبادة بجوج. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. سيدي تبارك الله عليك، بارك وكنشكرك الله على فيك. المعلومات القيمه اللي عطيتينا، لان احنا ما غندوش، احنا كيف قلت انا ديما تنقلب على شي حاجه اللي نجيبها من المصدر، ما فيا ما نهز غير ورقه وبدا نقلب في جوجل، ولكن انا كنفضل واحد كيهضر معاك عن تجربه وعن دراسه اكاديميه وغير ذلك الشيء، باش كيكون محتمو والميساج كيكون سهل كيوصل، اللي ما كيكون الانسان قدام كيتكلم عن درايه راه كيوصل الميساج. وكنتمنى الله اننا نكونوا توفقنا وعطينا واحد المعلومات ولو بسيطه، لهذا الشيء راه بحر ما تيتقاداش، لان العامل الوقت ما كيسمحش، ما بغيش يخلوا الناس يمشيوا ينعسوا، لان وقع علينا العطب التقني، ولكن الحمد لله داركنا. دابا انا فرحت والله، لو سوي ساتيسفيزر الاول راه حسيت بواحد شويه، ولكن عادي لان بحال وعدتي الناس خدمتي، ولكن الامور هادشي تيوقع المباشر تيوقع. مره اخرى كنشكرك الدكتور حسن شرقاوي، وتحيه لجميع الاخوان اللي شكرونا، كيشكرك السي ابراهيم قفاز، سي هشام بابي، سي هشام الوصبي، تبارك الله عليك، راه تناول عندك لي فان ولي فولورز. وسي حسن راه من غادي يرسل لي اليوتيوب، راه غادي ناخذ شي وحدين فيكم نرسلهم تجاوبوا عليها. تبارك الله عليكم، شكرا. ورمضان مبارك، والى حلقه قادمه ان شاء الله المباشر الخميس المقبل، مع نوع اخر، مع سيد، مع شخص اخر، مع ضيف اخر، وبقوا معنا. ستي طانت، تبارك الله عليكم، الله يمسيكم بخير، شكرا.